مساء الخير. مساء الخير، كيفك؟ أهلا وسهلا سيدان. أنا هذاك اليوم طلعت معك على البث، فما كان عندي، ما أعطيتوني كتير مجال أحكي يعني صراحة. سيدان، نحن اليوم موضوعنا روسيا. يعني بالبداية ممكن نحن نرجع نتطرق بعد ما ننتهي من روسيا للموضوع نفسه اللي كنا فيه امبارح. امبارح بتذكر انه حضرتك كنت معنا، بس يعني هلا حاليا بالبداية رح نتطرق للشأن الروسي كونه هي يعني الجبهة المشتعلة. إذا كان في وقت رح نرجع نتطرق لهذاك الموضوع. تمام، ماشي. انا راح انزل لكن، وانا ما بدي احكي بهذا الموضوع كثير يعني صراحة. ولا يهمك، شكرا. شكرا لك. مساء الخير، يعني هاي المرة الرابعة بفتح وبرجع بسكر البث مرة ثانية، مرة رابعة عفوا. يعني ما بعرف، في مشكلة، وحتى يعني الأشخاص عم بيقولوا إنه البث ما عم يظهر إنه في بث أصلا. يمكن الموجودين جايين عن طريق المشاركات، ما بعرف. ف يعني ماني عارفة أنا شو بدي أعمل بصراحة. راح أنتظر شوي، إذا ما كان في مجال فخلص من أجل لبكرة. أبو يوسف، عدنا ولكن يعني نفس النتيجة. يعني ظاهر إنه اليوم هيك خلص الوضع ما رح اليوم يتغير. سوء حظنا، اليوم مع انه الموضوع الحدث مهم كتير يعني اليوم، يعني مع الاسف. يعني بس ممكن ترتفع المشاهدات على فجأة، يعني ممكن إنه يقرر التيك توك نتمنى يوقف. أنا انه يرتفع اللايف معك، يعني مع الاسف انه حتى هلا عم نشوف وسائل الاخبار، وسائل الاعلام، انه بوتين يعني قبل، طبعا بوساطه الرئيس البيلاروسي لوشينكو، قبل انه بموافقه بوتين انه يتم التفاوض مع رئيس مجموعه فاغنر. يعني هو بالحاله انه بوتين تقزم، يعني انه بوتين العظيم، انا رئيس الدوله، انا المهيوب، انا الكل يخشاني، اليوم يطلب التفاوض ويلبي طلبات رئيس مجموعه فاغنر. اذا هيبه روسيا وهيبه الجيش الروسي وهيبه الرئيس الروسي اليوم يعني باي باي، يعني هاي الحقيقه باي باي. لانه مثل ما استفدت سابقا استاذه، ما في يستغني عن تلك المجموعه. شو بيفيد يعني إذا ذهبت الهيبة بالنسبة للسياسة أو للعسكر على الأرض، إن كان في أوكرانيا أو بأي بقعة في الأرض؟ يعني شو رح يستفادوا الأشخاص المتضررين مثلا من قبل روسيا عسكريا أو سياسيا من أن هيبتها يعني تضاءلت بعد هاي الحادثة؟ والله استاذ، هلا اللي راح، التضحيات اللي قتلوا قتلوا، بس احنا للقادم، احنا مشان ما يتابع غروره ويتابع سفك الدماء للمستقبل، حتى يعرف انه له حدود، انه ليس هو بوتين الذي كنا نخشاه قبل اليوم. اليوم شيء والغدا شيء، كان شيء اخر. اليوم هيبه روسيا بالحضيض، البارحه كانت انا ربكم الاعلى، اليوم هيبه الجيش الروسي باي باي. اليوم لما نشوف عم تتفاوض مع رئيس مجموعة عدد تعداد عساكره 25,000، لا يملكون طيران، لا يملكون وسائل دفاع جوي، عبارة عن بنادق وأسلحة متقدمة، أسلحة يعني محمولة، يعني مو عتاد طائرات. اليوم أسقطوا طائرتين هليكوبتر، وأسقطوا طائرة سيخوي 35. يعني هيبة الجيش الروسي من مجموعة تسقط طائرتين وهي باتجاه موسكو مع طائرة سيخوي،
فهذا الأمر مخزي جدا. طيب ماذا عن يعني انه مجموعة فاغنر بالنهاية عادت للحضن الروسية مرة أخرى؟ عادت بس أملت شروطها أن وزير الدفاع، لأن وزير الدفاع من فترة قصفوا موقعين لمجموعة فايجنر، وزير الدفاع قصفوا موقعين لمجموعة فايجنر، فهذا وراح في ضحايا. فرئيس مجموعة فايجنر على أثر قصف الموقعين له ناشد الرئيس الروسي انه كذا، وبعث له توصيات وبعث له انه هذا الامر، انه وزير الدفاع مو عم يلبي طلباته من اسلحه وعتاد والى اخره، وعم يلاحظ الغدر من وزير الدفاع ومن رئيس الاركان. فكانت تقارير توصل للرئيس الروسي غير دقيقه من وزير الدفاع ومن رئيس هيئه الاركان. فاليوم ما كان امامه خيار رئيس مجموعه فايجنر الا انه باتجاه هو وعساكره اخلوا مواقعهم بفايجنر بباخموت وبأوكرانيا، واتجهوا باتجاه روسيا، باتجاه موسكو. لما باتجاه موسكو اليوم بوتين، يعني الطريق كان مفتوح، يعني ما في مقاومة، كانت عبارة عن طيران، وما دخلوا المجموعة فيجنر دخلت بين السيارات. فالطيران الروسي اليوم قصف، حتى اليوم بسيارات مدنيين قصف المجموعة في أرتال للمدنيين. فاليوم لما نشوف هلا بوتين يعني انه عم يجند، لما نشوف الجيش الروسي عم يجند محكومين بالإعدام وجرائم جنائية، إذا الجيش الروسي كل اليوم الشباب الروسي كله هرب من التجنيد ومن الخدمة الإلزامية. روسيا دولة عظمى اللي تقول أنا دولة عظمى، هذا الأمر يعني ما بشوفه، صعب نشوفه مثلا بكوريا الجنوبية، بكوريا الشمالية، صعب نشوفه بدول الشرق الأوسط عندنا، صعب نشوفه بالصين. في انضباط عسكري، يعني كان معروف أن الجيش الروسي هو جيش عقائدي. هذا الجيش العقائدي اليوم ما لمسنا العقائديه اليوم بالجيش الروسي. الجيش الروسي ما نسمح، ما ندر ما نسمع انقلابات عسكريه في روسيا. الانقلابات كانت في ايام الملكيه، بايام الملكيه واعدم قائد الانقلاب، والله ما اذكر بالتاريخ، وصار في انقلاب 72 كمان اعدم اللي قام بهذا الانقلاب، حاله تمرد، مو انقلاب 72، حاله تمرد، نفس حاله التمرد اللي بنشوفها اليوم، واعدم هذا اللي صاحب التمرد ب 72. فهاي اليوم انه قائد مجموعه فاغنر انه املى شروطه، انه ممنوع، انه لن يسمح بوجود وزير دفاع ورئيس هيئه الاركان. هذا نجاح له، وخاصه مثل ما اسلفت سابقا انه روسيا صعب تستغني عن مجموعه فاغنر، خاصه انه هاي المجموعه لها تمدد بمالي وبافريقيا الوسطى وبالسودان وبليبيا، وروسيا تعول على هذا التمدد وانه تكون صاحبه نفوذ في افريقيا. يعني احنا سيد أبو يوسف، يعني شو رأيك بتصريح يعني بتصرف الولايات المتحدة يعني بعد أن علمت بهذا التمرد، قامت وأخبرت جميع سفرائها في جميع يعني دول العالم بأن لا يدلوا بأي تصريح أو يردوا على أي صحفي أو أي جهة كانت بخصوص ما يحدث في روسيا؟ يعني كبداية عندما حصلت هذه الحادثة، يعني أعتقد أن الجميع للوهلة الأولى اعتقد بأن فاغنر يعني قام بالتخطيط مع الغرب. لا تفضل، كيف بتفسر أو اليوم بتحلل هلا بنتابع وسائل الاعلام انه امريكا حاليا ارجأت فرض عقوبات على مجموعه فايجنر. من فتره كانت في مشروع فرض عقوبات غربيه وامريكيه على مجموعه فايجنر. اليوم هلا امريكا عم تقول احنا نؤجل وننظر بوقف العقوبات على مجموعه فايجنر. امريكا والدول والعالم الغربي وحتى العالم الشرقي، ايران، العالم العربي يترقب، ما بده يعطي تصريحات ويستعجل بتصريح. الكل مترقب، الكل مترقب ماذا سيحدث بروسيا، الأمور إلى أين ستؤول في روسيا. هل سيتابع رئيس مجموعة فاغنر بالتقدم اتجاه موسكو؟ هل هناك حلول؟ بوتين يفاوض؟ هل يلبي متطلباته؟ على ما يبدو أنه حتى هذه اللحظة فرض شروطه رئيس مجموعة فاغنر، وطلب من عناصره الرجوع إلى السكنات. والشيء المهم، الشيء المهم اللي أثبتوا للعالم رئيس مجموعة فاغنر انه الحرب الروسيه على اوكرانيا هي حرب كانت باطله، واكد انه روسيا اخطات بهجومها على اوكرانيا، لان اوكرانيا قبل الحرب لبت كل متطلبات روسيا. هكذا صرح. فاذا الجيش الروسي كان جيش مخطئ في حربه مع اوكرانيا. وكما اسلفنا سابقا سيدي العزيز، رح نترك للضيف السيد راغب، ممكن الغرب ورط روسيا بحرب أوكرانيا واستجروا إلى المستنقع الروسي وإلى الوحل الأوكراني، وهو الآن عاجز، أنه الجيش الروسي
عن انه يحفظ ماء وجهه في اوكرانيا، الجيش الاوكراني سينتصر، سينتصر عاجلا ام اجلا، سينتصر في هذه الحرب. نتمنى البث النجاح لبثك، ونتمنى ارتفع عدد المشاهدين حاليا، ونترك المجال للسيد راغب كمان عسى لعل ان يكون عنده شيء اخبار جديده. شكرا لك سيد أبو يوسف. انا سيد سيدي راغب انا يسعد أوقاتك. مساء الخير، يعطيك العافيه، ما توقعت اشوفك اليوم بعد حفله امبارح والتعب اللي تعبتيه من وراء هالمتصهيين اللي كانوا تعودت مرقوا يعني حلقات كانوا اصعب، ويعني استمريت لست ساعات، ما بعرف اذا ابو يوسف كان موجود. نعم ست العزيزه، انت اخت فلسطينيه وان فخر، والمراه الفلسطينيه امراه شجاعه اللي قاومت الاحتلال على مدار عصور سنوات وقاومت كل شيء، فامراه قويه، فانت امراه فلسطينيه يسند فيك الظهر وترفع لك القبعه. لكل امراه فلسطينيه، مش لكل امراه فلسطينيه، انت قادره على النجاح دائما. وبالنسبه ان شاء الله. لابيوسف شكرا لك على الاطراء. لا يفتى تفضل سيد ومالك راغب. بالمدينه، يعني لما يكون ابو يوسف موجود فلا يفتى ومالك بالمدينه. بارك الله فيك يا ابو يوسف وبافكارك. الله يخليك دائما سيد العزيز، بارك الله فيك. يخلي لي اياك. انا كنت مستيقظ امبارح لما صار الحدث، وبصراحه يعني تفاجات، يعني بوتين اخطا خطا فادح لما شكل فاغنر. ما ناقصك رجال، يعني انت عم تبعت جيشك الروسي على روسيا، عم تبعته على ليبيا، يعني حتى تحت غطاء فاغنر كان يبعت الجيش الروسي على ليبيا. فاغنر امبارح بالليل كان حمدتي ليبيا، خلينا نقول، او حمدتي السودان، اسف. ما رح ينجح، وكنا بنعرف انه ما رح ينجح. يعني حمدتي اللي عنده 100,000 جندي ما قدر يوقف بجيش اقل بكثير من الجيش السوداني. 25,000 يعني حارب مخيم اليرموك، فيها 25,000 بني ادم. وين رايح فاغنر بهاي الناس؟ 200 كيلو متر قبل شوي كان يقول انا تراجعت عن حدود، يعني عن مشارف موسكو. 200 كيلو متر لا تعني شيء. الظاهر بيشرب فودكا مضروبه، ما بيشرب فودكا اصليه، فمخه ضرب معاها. او صوروا له انه انت زيلينسكي روسيا، على ما اعتقد، لانه حتى زيلينسكي باستماعه للغرب، انا من اصحاب نظريه امريكا والغرب سيحاربوا حتى اخر جندي اوكراني، واعتقد انه فاغنر لن تستمر طويلا. واللي حدث امبارح يعني بدول صغيره للاسف ما بصير. ما بدي اعطيك ذخيره واضرب، يعني اضرب. تصور اللي عمله فاغنر هو إفشاء لأسرار عسكرية في الحروب. أنا فلسطيني وحضرتك فلسطينية، وأكيد كثير من المشاهدين فلسطينيين. حرب 48 لليوم ما حدا بيعرف لا الشعب الفلسطيني قديه خسر فيها، ولا الاحتلال الصهيوني قديه خسر بهاي الحرب. فاغنر تصرفاته هاي كان عبارة عن مفشي لأسرار عسكرية سيدفع الثمن قريباً. حين لا تحتكر الدولة، رغم أنه نحن ضد نظرية احتكار العنف والإكراه، ولكن حين لا تحتكر الدولة القوة والعنف والإكراه وتوجد
يعني كان منتمي لهذا الجيش الروسي، منتمي لهذا الغزو على أوكرانيا. فبالنسبة للضمانات يعني بالعكس، في حال كان للولايات المتحدة أي تدخل على العلن هي تعتبر ضمانات، أما إن كان هناك ضمانات مخفية وليست معلنة فأعتقد هنا يعني عليه التشكيك بهذه الضمانات ببساطة لأنها لم تعلن. فلعبة نعم، ولكن أنا أعتقد يعني أنه هو هذا الشخص بالذات يعني أكثر سذاجة من وزير الدفاع أو من بوتين أو من أي أحد. ولكن سيد كرم، يعني واضح أنه في لعبة معينة، يعني أنا سألت أحد ضيوفي، اللعبة يجب معرفة بالبداية من هم يعني اللاعبين في هذه اللعبة، أكيد هناك شراكة معينة. هل هو بوتين مثلا مع بريغوجين، أم يعني بريغوجين مع أوكرانيا، أم بريغوجين مع الغرب مع الناتو الأقرب؟ اللي عمله اليوم، اللي عمله قائد قوات واغنر، اللي عمله انه صغر روسيا دوليا. يعني هو حكى بالحرف الواحد انه بوتين احمق، يعني هو مو داري بالحكايه كلياتها. وفي تقارير اوروبيه او حكت الصحف الاوروبيه من فتره، منذ بدايه الحرب الاوكرانيه الروسيه، انه بوتين يعاني من امراض عقليه، وهو بعيد عن الحياة السياسية. والزلمة أكد اليوم وحكى بالحرف الواحد أنه وزير الدفاع ورئيس الأركان هم من يقودون البلاد. فهو، أنا أعتقد، يعني أعتقد أنه أخذ ضمانات. هو لا يثق بالجانب الروسي نهائي، ولا نعم. يثق لا بوزير الدفاع ولا هيئة الأركان ولا البيلاروسي. أنا أعتقد أنه أعتقد أخذ ضمانات أكبر من هيك، لتراجع. يعني حياته على المحك، لأنه الإنسان هذا، روسيا لن تسمح لهكذا شخص أن يلوي ذراعها. وأنا متأكد، أنا أعتقد عفوا، أنه أخذ ضمانات كبيرة جدا من طرف كبير للرجوع. طيب شكرا لك سيد كرم، خليك معي. رح أخذ مداخلة منك سيد أبو يوسف مختصرة. كان هناك اليوم تصريح لأحد الأطراف الروسية، صراحة يعني نسيت من الطرف، كان يحذر من أن تصل مجموعات إرهابية إلى النووي الروسي. ألم يكن هذا أيضا بمثابة تهديد للغرب؟ ألا يدحض عفوا يعني نظرية يعني تآمر أو اتفاق فاغنر مع الغرب؟ عفوا سيد أبو يوسف، المايك تفضل. فيما يخص موضوع النووي الروسي موجود بحماية الدولة العميقة، وليس موجود بحماية العناصر أو العسكريين أو المخابرات، موجود بحماية الدولة العميقة. في دول دائما، في هلا مثل باكستان، النووي هو بحماية الجيش الباكستاني؟ لا، النووي موجود بأيدي بحماية الدول العميقة. في دائما في كل دولة في أجهزة عميقة هي المسؤولة عن اتخاذ تلك القرارات. هذه الأجهزة النووية الروسية موجودة بأيدي الدولة العميقة. أما فيما يخص اليوم العلاقة فيما بين بوتين ورئيس مجموعة فايغنر، العلاقة انتهت، أحدهما انتهى. يا أما انتهى رئيس مجموعة فايغنر إذا سلم، انتهى، يعرف أنه نهايته حتمية. وبوتين الآن بعد الأحداث اللي صارت، نهايته وصورته أمام العالم الخارجي انتهى. وهلأ عم تشوف وسائل الإعلام أنه حاليا تم تسوية ما بين رئيس مجموعة فايغنر بواسطة بيلاروسيا، وأنه الكريملين، هلأ تصريح عاجل، الكريملين اسقط التهم الجنائيه عن رئيس مجموعه فاجنر وعناصره بشرط الانسحاب انه ودخول الاراضي البيلاروسيه، وبعد شوي سيغادر باتجاه افريقيا، لانه هو له امتداد بمالي، باسيا الوسطى، بجزر مدغشقر، بموزمبيق، له تمدد هو بافريقيا. ما هو اللي جلب التمدد الروسي لافريقيا؟ فلانه انا انه الدول الغرب لها علاقه، لا 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 لا، هو خلافات من شي شهرين، وزير الدفاع بروسيا ورئيس اركان وعم يلعبوا لعبه قذره. يعني انا في شخص عندي هو حامي الجبهات وعم يقاتل، هم ارادوا تقليب اظافرهم، ما ارادوا انه يكون انه يظهر بمظهر الرجل القوي بروسيا.
هم ارادوا تقليم اظافره، لانه هو اللي حمى الجيش الروسي بعد الهزائم اللي كبدها في اوكرانيا. فارادوا تقليم اظافره مع عدد امداده بالسلاح بالذخيره. من شهرين، من شي شهرين قصفوه بالطيران، راحوا مجموعه كبيره من العناصر. حتى ببخموت اظهر عدد قتلاه، انه انا اطلب امداد من الذخيره يوصلني 30% 70% ما يوصلني من الذخيره. فالخلافات كانت عميقه ما بين رئيس مجموعه فاغنر ورئيس اركان وزير الدفاع. وزير بوتين، بوتين كرئيس دوله مغيب عن المشاكل اللي عملتهم، فهو كان يخاطب بوتين وكان يبعث تقارير وما توصل تقارير لبوتين. فاليوم بدخوله للعمق الروسي اوصل رساله مباشره لبوتين انه انا خسرت. طبعا هو تقوام اعداد اعداد جيشه كان 50,000، لما عم يقول برساله طبعا للقارئ مظبوط عم يقول انا عدد جيشي اليوم 25,000، يعني معناه انه الخسائر كبيره، وقال هو توجد خسائر كبيره ليست لا تظهر وسائل الاعلام. فهي الحقيقه انه اليوم هو اظهر حقيقه انه عدد القتلى الروس وعدد القتلى المرتزقه الروس عدد كبير 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 في اوكرانيا. يعني هذا الامر، يعني روسيا دائما تقول احنا قتلنا مئات الالاف ومئات الضحايا من الاوكرانيين، بس بالحقيقه هي ما تطرق لموضوع ضحاياها بالالاف عم يقتلوا من الجنود الروس في اوكرانيا. اليوم الرئيس الروسي يطلب تجنيد المرتزقه اللي عنده المساجين والمحكومين باحكام جنائيه والمحكومين بالمؤبد والمحكومين باحكام الاعدام يعفي عنهم في دخول الحرب. هذا جهاي دوله انه تطلب النجده من المرتزقه، فهي من المعيب دوله عظمى وتعتبر دوله رائده. هذا قائد مجموعه فاغنر بريغوجين، يعني هو معروف لقبه طباخ بوتين. هي اولا. ثانيا، اليوم يعني بمجمل خطاب بوتين الذي ألقاه على الشعب الروسي كان يعني يحاول أن يثني شعبه عن التمرد أو عن يعني سماع الأكاذيب، وأن يعني حرب أهلية مجددا في روسيا لن يكون هناك. ف يعني ربما يتعلق الموضوع بشأن داخلي يعني بروسيا. ست العزيزة، في روسيا في آلاف الاستخبارات الروسية اعتقلت آلاف، يوجد حاليا 14,000 معتقل مناهضين للحرب في روسيا. ومن فترة في أحد الأشخاص الأكاديميين والسياسيين محاكمته، حضرتها أم، والله نسيت اسمه، راح عن بالي اسمه، حضرة صديقه ووالدته، هذا كان مناهض للحرب في يعني روسيا اليوم. مناهضين الحرب، هل يعني طيب لو يعني لو خمنا أن هناك نصف الشعب الروسي رافض للحرب الروسية على أوكرانيا، هل يقوموا بحرب أهلية في بلادهم؟ يعني لا لا لا، حرب أهلية، لا حرب أهلية مستبعد. إنه اليوم إذا شفنا لما دخول أنا أسميهم مرتزقة، لأن هم مرتزقة حقيقة كما أسلف السيد كرم، هم مرتزقة حقيقيين، هم مو جيش فاغنر، هم مرتزقة، هم المحكومين بأحكام جنائية كذلك الأمر والمحكومين بالإعدام، هم مرتزقة. اليوم لما دخلوا المدينه، استقبلهم سكان المدينه بالورود وتقديم لهم الطعام والحلوى، والفتيات تراقص يرقصن مع الجنود. فالشعب الروسي هذا الامر، ما في حرب اهليه، انه لو حرب اهليه مستبعده فكره الحرب الاهليه. الحرب الاهليه هو اراد من دخوله اليوم باتجاه موسكو توجيه رساله مباشره الى بوتين. هو اليوم خاطب بوتين شخصيا، لم يخاطب رئيس وزير الدفاع ورئيس الاركان، هو خاطب بوتين. واليوم لما عم نشوف انه بوتين طلب التوسط الرئيس البيلاروسي وافق بوتين على هاتك الوساطه، فهذا قرار ضمني من بوتين على انه في مشاكل ما بين ما بين فاغنر، وفي مشاكل ما بين وزير الدفاع وما بين رئيس الاركان. والايام القادمه حبلى بالمفاجات، راح نشوف انه راح يتم عزل وزير الدفاع، وراح يتم عزل رئيس الاركان، وراح يتم اعاده هيكله الجيش الروسي قادم الايام. وراح كمان نعيد البث، نطلع بث عندك، انه اعاده هيكله الجيش الروسي بعد الاحداث اليوم. روسيا اليوم غير روسيا البارحه، روسيا اليوم تعرضت لنكسه والى هزيمه اليوم من عصابه، تصوري عصابه 25,000 على ابواب موسكو. اذا ما بالك يجيك غزو امريكي، اذا الغزو امريكي يعني اليوم اسقطوا مروحيات، كل مروحيه فيها قتل كام طاقم المروحيتين وطائره سوخوي، تقريبا كل مروحيه فيها 15 عنصر اليوم، في عدد الضحايا الطيران 30 عنصر اليوم. فهي كارثه للجيش الروسي وللطيران الروسي ولهيبه روسيا. قادم الأيام، الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت. نعم نعم صحيح، شكرا لك سيد أبو يوسف. تحياتي لك. سيد راغب، إذا في عندك أي يعني تعقيب يعني على الحديث يلي حضرتك يعني سمعته وكنت معنا،
تفضل، عم اسمعك. يعني زي ما أسلف الأستاذ أبو يوسف قبل شوي، جابوا خبر عاجل أنه سيتم توقيع مرسوم يعفي كافة الأشخاص الذين دخلوا الأراضي الروسية اليوم من أي جرم أو توجيه أي اتهامات لهم، وتوجه زعيم فاغنر إلى بيلاروسيا. لا أعتقد بأنه سيقبل ذلك. الرئيس الروسي البيلاروسي هو حليف جيد لبوتين إن لم يكن طفله المدلل، فأعتقد الأب والطفل المدللين لن يسكتوا لطباخ بوتين كما أسلفتي. ما زي كمان ما أسلف أبو يوسف، الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، نهاية رئيس فاغنر على الأبواب حسب تصوري. شكرا. شكرا لك سيد راغب. سيد أحمد، يسعد أوقاتك. يسعد اوقات الجميع ان شاء الله، والسلام عليكم، تحياتي للجميع. اول شيء انا بدي افوت مداخله صغيره وقصيره ان شاء الله. اول شيء لازم نحن لازم لما نتحدث عن سياسه معينه، هلا بجوز انا بكره سياسه امريكا او بكره سياسه روسيا، بس ما بحكي بعاطفه، يعني عرفت كيف؟ خلاص خلينا بعيدا عن العاطفه، خلينا نحكي اللي الواقع، يعني الواقع اللي انا بدي اكون موضوعي، ما بدي اكون انه والله يعني انه خلاص انا بكره روسيا خلاص بحكي. لازم نحن نحكي بالتاريخ وبعدين نجي شوي شوي. أول شيء روسيا يا حبيبي، روسيا من 100 سنة، من 100 سنة وقبل 100 سنة يعني عملوا حرب مع فنلندا وخسروا مليون جندي على حدود فنلندا ودمروا بسبب التضاريس. هاي أول وحدة. والسياسة الروسية قائمة على شو؟ قائمة على سياسة أرض المحروق والنفس الطويل، بعكس الحرب الأوروبية الغربية، إنه المفاجآت والحرب الإلكترونية. هاي أول وحدة. تاني وحدة، كان يطلع رئيس فاغنر دائما يطلع يقول والله أنا يعني ما لازمني سلاح، لازمني سلاح، بدي سلاح، إنه أنا نقص كذا. بس هو الروس عارفانين، الروس عارفانين انه في مخطط وراء هالشيء هذا، انه المخابرات الروسيه مش اغبياء. هو كان عم بيطلب سلاح اكثر من اللازم لهل هاليوم هذا بالذات، انه يتدخل بروسيا او انه يطالب اسلحه. في هي خطتين كانت، انه يدمر روسيا بحيث انه شو، انه يروح طاقه كثير كبيره ينستنزف كل روسيا، او انه نحن بنتسلح بشكل جيد ندخل دخلتنا على روسيا. كان اتفاق مع الناتو ومع الامريكان. هاي العمليه ان كشفوها الروس. هاي تاني وحده. تالت وحده، اليوم نحن لما عم نشوف انه فاغنر فات لجوا، يا حبيبي يا قلبي، لما فاغنر بفوت لجوا انه عنده 25,000، روسيا عنده استعداد يقدم مليون، عنده استعداد، عنده مليونين يقدمون. ما عنده استراتيجيه مثل الغرب، انه والله اذا كان 10,000 جندي اذا مات انه بينكسر الدوله وبينهار الدوله مثل البلاد الغربيه. لا، الروس ما يفكروا بهالتفكير هذا. هدول قياصرة، ان عندهم تاريخ ونحن بنعرف هالشيء هذا. يعني ما حدا يطلع يحكي، بعد اذنك يا انس، ما حدا يطلع يحكي يقول والله الروس كذا والروس كذا. انت ما بتحب روسيا صح؟ انت وانا ما بحب روسيا، لكن احكي حقيقه، احكي، كون موضوعي لما بتتحدث عن روسيا. روسيا اليوم بلد، يعني بلد عظيم، بلد منتج، بلد يعني اكبر منتج للقمح هو روسيا، اكبر منتج للطاقه روسيا، اكبر منتج للسلاح روسيا. نحن يعني اليوم ما في بلد في العالم انه يحتل او انه يجتاح روسيا بريا، مستحيل، ما في قوه في العالم. هذا الشيء كلنا بنعرفه. مع ذلك بيطلع لك واحد بيقول لك والله روسيا ارضخت، انه عصابه ارضخت روسيا. يا حبيبي يا حبيبي، الروس اذكياء، الروس نحن مو مثلنا، عندنا نحن بيطالع الطيران وبيضل القصف والبراميل وما بعرف شو. هذا ما بده يعمل. الروس عارفين شو اللعبه من الاساس. هن كانوا الفاغنر كانوا طالبين اسلحه لهاليوم هذا. هو كل يوم كان كل يوم الثاني ويطلع بيقول انا ناقصني ناقصني كذا، وتحجج اليوم. شو تحجج؟ انه انا بدي اعمل اعلان بروباغندا. يعني يا إنه سيد احمد، سيد احمد، يعني هل كان بوتين ينتظر يعني وصول بريغوجين الى يعني القصر الرئاسي الروسي، يعني وكان يعني يعول على أن مجموعة فاغنر لن تحدث خرابا وستخضع يعني بالنهاية لما يملي عليهم بوتين؟ يعني ما هو الموضوع، أم أن هناك يعني لعبة
تم طبخها بين بوتين وهذه المجموعه، او بين هذه المجموعه وجهه سيدتنا اخرى، كانت وكانت طبخة، روسيا على اطلاع عليها. الطبخة كانت مطبوخة بين الفاجنر، العصابة الفاجنر والناتو، على أساس الروس يقدمون كل الأسلحة المتطورة لفاجنر. وانتبهي، يوم كانوا هن ببخموت آخر فترات، كان الرئيس الباجنر يطلع يحكي ويتحدث انه نحن ناقصنا سلاح. هو بالتوقيت هن كانوا يا مختلفين سيد في احمد، التوقيت. سيد لحظة بس احمد، لحظة. لحتى معلش سامحني عم بقاطعك، لحتى نحصر حديثنا. يعني بالنسبة للي حدث اليوم، يعني مجموعة فاغنر كانت بقرب شديد من موسكو، كانت تتحرك بأريحية في روسيا. يعني كان هناك شيء غريب، هل هو غياب، يعني غياب الأمن الروسي، هل هو نتيجة ضعف في كيان طبعا لا، يعني هو مو الدولة نتيجه ضعف. هلا الروسية، ما في قوه في العالم، انه تحدد او انه توقف انه 25 شخص عندك روس او موسكو على عده طرق عسكريه ومدنيه. ما فينا نحن نطلع بطيران، طبعا هذا بالتحليل العسكري، انه يوقفوا زحف. هذا حكي كذب، لكن هن كانوا الروس عارفانين الطبخه من اوله، ان هن كانوا عم بيستنوا هذا الموقع، هذا التوقيت، هذا انه يفوت الفاجنر، بس انه ما يفوت هالفوتي. هذا فاجنر شو فكر؟ انا اذا بفوت هلا انه برضخ الروس، وبدي اعمل عمليه سياسيه، بدي اسوي التشارك السياسي مشان ارضخ الروس. لكن الروس هن عارفانين الطبخه، مثل ما قلت لك انا، كانوا هن منتظرين اسلحه متطوره حتى يسقطوا موسكو باقل من 10 ايام، يصير في حرب اهليه وينتهي موسكو. كان هنا مخطط هيك، لكن للعقل الروسي كان هو يعني هو كان مستيقظ يعني من قبل ما يكون الحدث. يعني انا بقول لك مثلا، انا بس اكمل بخمود. بخمود كان ساقط، بس ان اتفقوا بين اوكرانيا والناتو بالتوقيت. شوفي، بتلاحظي انه كل بالبخمود، ليش طول بخمود؟ هن كانوا مختلفين بالتوقيت. يعني بيطلع كل كم يوم بيقول عنا نقص سلاح، ارسلوا لنا سلاح. هن كانوا عم يرسلوا السلاح على القد، انه ما يكون هذا فاغنر من يوم من الايام يجي يجتاح روسيا. هن عارفانين الطبخه، عرفتي كيف؟ فهاليوم هذا لما هن فاتوا على روسيا، يعني ما في قوه في العالم، مثل ما قلت لك انا، ما في قوه في العالم تطلع تحصر جيش عدد 25,000. بينما هو الغبي الفاغنر، يعني هو بيعرف الروس وهو روسي، انه الروس يعني ما عندهم مشكله انه يمحوهم بضربه قاضيه، لكن مش التخطيط هيك، التخطيط كان اكبر من هيك. لكن سقطت يعني باداره المخابرات المركزيه الروسيه فقط. هذه اللعبه لعبت وخلصت. يعني انا ما بعتقد انه الروس لعبوا حالهم، لا، كان اللعبه بين الناتو والروس، هو كان حجر الشطرنج مين هو؟ الفاغنر. والفاغنر سقط. يعني هن كانوا عم يعطوا اوامر للفاغنر انه تقدم، هو لا ما بده. شوفي انتبهي، ببخمت يقولوا له، يجي اوامر من روسيا انه تقدم، هو ما يتقدم، هو شيء يطلب سلاح بعدين يتقدم، يقولوا له وقف، لا ما بوقف، بده سلاح. عرفتي شو الخطه؟ اليوم سيد الخطه احمد، تبينت. يعني سيد احمد، في حال كان حديثك صحيح، مفروض انه يعني ايام قليله ونسمع خبر على الاقل يعني بريغوجين. تعطيني دقيقه واحده بس بدي ارد على، اذا بدي انتظر هيك بدي انزل. سوري سيد سامح، بس لحظة بعد إذنك، بس دقيقة سامح، بس لحظة سيد سامح، عفوا منك على التأخير. أستاذ أحمد، يمكن أنت ما كنت من بداية النقاش، ما بعرف إذا كنت موجود ولا لا. بالعكس، ما حدا حكى لا بعاطفة، لم نتحدث بالعاطفة، بل تكلمنا بالحقائق، وطرحت مثال إنه إذا أنت قادر وأنت قوي فأنت بتمشي بنص الشارع، ما بتقعد على قهوة وبتبعد زعرانك يعملوا اللي عم بيعملوا بوتين. وحتى كمان مشان نثبت لك انه ما حكينا بعاطفه، طرحنا مثال الكيان الصهيوني الغاصب. اول قرار اتخذه بن غوريون هو الغاء الميليشيات المسلحه التي قامت بقتل وتشريد ابناء الشعب الفلسطيني. اما الخيال العلمي، انه انا اسمع منك انك بتقول هذا اتفاق بين الغرب وفاغنر، هذا خيال علمي بالنسبه لي. وشكرا. أنا مو خلل أمني، هي استخباراتي، يعني أكثر ما يكون هي خلل أمني. خيال علمي، أنا عم بقول لك إنه خيال علمي. والورقة التوت سقطت يا أخوي، سقطت بروسيا. طيب شكراً يعني سيد أحمد، خليك معي، برجع لك. سيد أحمد برجع لك، خليك معي، شكراً. سيد سامح تفضل، سد أوقاتك. مساء الخير. الخيرات. يعني أنا إلي مأخذ صغير.
انه يعني المتحدثين احيانا المتحدث بيكرر المتحدث السابق بنفس الفكره. اذا كنت انا متوافق انا وياك بنفس الفكره فلا داعي لتكريرها. مساله اخرى انه حكوا جزء من اللي موجودين الاخوه اللي على الجيست انه يعني احنا نقيم الامر من ناحيه عاطفيه، نحب بوتين او نكره بوتين. اذا احنا بنقيم من هاي الناحيه تقييمنا بالتاكيد راح يكون تقييم سلبي ولا يصل الى الحقيقه. المساله الاخرى انه ما يجري شيء كبير، وبتقديري انا والاخوه اللي موجودين ليس لدينا المعلومات الكافيه، انما بنبدي باراء بتقديري انه قد تكون غير صائبه. هاي نقطه مهمه. مساله اخرى بالنسبه للاخ ابو يوسف، السلاح النووي هو بيد الرئيس، ولا دوله عميقه ولا يحزنون. وانا يعني كنت بروسيا وبالخارجيه الروسيه وراوا لنا قصه انه يعني الرئيس لما صحي من البنج سالهم وين الشنطه السوداء، يعني اللي هي المساله اللي حكوها الاخوان. نقطه اخرى انه الشعب الروسي اليوم ليس هو الشعب الروسي اللي قبل 50 سنه. الشعب الروسي، شباب الروسي اليوم زيهم زي الشباب الاوروبيين، بالهثور التليفون واللبس والجينز والماكدونالدز. وهاي مساله ثقافه. اخونا بجوز احمد حكى في موضوع انه يجتاح موسكو او يجتاح روسيا، يعني يبدو انه الرقم الفلكي اللي مساحه روسيا 19 مليون و520 الف كيلو متر مربع، قد الوطن العربي مرتين ونص، فلا 25 الف ولا 100 الف اجتياح موسكو، لانه الرقم كبير. المساله الاخرى اذا احنا بدنا نخدع، بدنا نعطي راي يجب ان نخدعه للتحليل. يعني الوحده الجغرافيه السياسيه مطلوبه بهذا الموضوع، لانه بتحكي عن موضوع كبير، بتحكي عن موضوع قوى عظمى، جيوش فاغنر. انا بتقديري انا اذا بدي احلله بحلله من مبدأ واحد وهو الهيبه. بتقديري انه امبراطوريه مثل روسيا بهاي المساحه، بهاي الموارد، بهاي الجيش، بتقديري من المعيب ان تعتمد على فاغنر. هاي نقطه كمان انا بلجأ لها. المساله الاخرى، احنا من اسبوع يعني اذا نرجع بالذاكره حكينا على هذا البث انه الايام القادمه فيها مفاجآت. وبتقديري انه انا يعني استغربت لما تم طرح السؤال انه يعني يستخدم النووي او لا. كان في مجموعه تحليلات، يعني الشباب يعني الاخوان، كان بعض التحليلات تشير انه في شيء قادم. روسيا دوله فقدت الكثير من الهيبه في اعتمادها على فاغنر، فقدت كثير من البروباغندا للسلاح الروسي اللي كانت تحكي فيه، لأنه في الآخر هي بتطلب طيارات مسيرة من إيران. يعني كمان مسألة أخرى في المعلومات اللي من أشهر طلعت أنه بعض الصناعات الروسية متوقفة لأنه الرقائق الإلكترونية اللي بتستخدمها في الطائرات وبعض الأسلحة الدقيقة هي بتنصنع في دول الغرب، ولما انفرض عليها الحصار بالتالي وقفت هاي الصناعات. والدليل أنه العام الماضي كان في صفقة بين جمهورية مصر العربية وروسيا، ولا الصفقة يعني تعثرت لهذا السبب، ما بعرف تمت أو ما عندي معلومة. يعني أنا بأرجع أنه لبداية الحرب، يعني أنا من الناس قرأت دراسة لأحد مراكز الأبحاث، يعني مركز الفكر الاستراتيجي حط السيناريوهات المحتملة، السيناريوهات المحتملة للحرب، وكان الغرب يراهن على بوتين انه يخرج من احتلاله للجزيرتين ويمتد الجيش الروسي داخل اوكرانيا، وبالتالي يصير سهل اقتناسه. وهذا ما حدث. يعني لما انت بتحكي عن خسائر انت ما بتحكي عن رقم، بتحكي عن ارقام، بتحكي عن اقتصاد تراجع، بتحكي عن عدد قتلى كثير. اي قتيل له اسره، له يعني، وبالتالي الحكومه ملزمه بالاعاله، ملزمه بأمور أخرى للدولة. أوكرانيا بتقديري أنه يعني إذا أنا مش مع الغرب، ولا أنا فلسطيني وأكره أمريكا وأكره مشان ما حدا يفهمني غلط، وأعرف أنه مصيبة الشعب الفلسطيني هي أمريكا، لكن بتقديري أنه الأوكران استطاعوا
انهم يمثلوا نموذج للصمود الدفاع عن الوطن، ان نحب او نكره هذا شيء اخر. طب الاخ قبل ما يعني خلينا عند هاي النقطة، يعني ما معنى تصريحات زلنسكي اليوم بأن الهجوم المضاد يعني بدأ مفعوله يوضح؟ انا بحكي لك، من اسبوعين كان في هناك هجوم مضاد قاموا في الاوكران، وانا مش واجب من عندي، كان في مسيرات وصلت للحدود العاصمه الروسيه وتم اسقاطها، تم اسقاطها اوكي، بس لكن كيف عبرت الحدود؟ يعني هذا كان فشل عسكري وفشل استخباراتي. المساله الاخرى هو قائد فاغنر ليش طلع؟ طلع لانه كان في عدد القتلى مبالغ فيه من الفاغنر ومن الجيش الروسي. والاخ ابو يوسف حكى انه اليوم كان في، نعم كان في من الساعات الصباح الباكر كان في سقوط 3 طيارات، وكان كل الخبراء العسكريين بيتناولوا هذا الموضوع، انه كيف يعني 3 بنفس الوقت بيسقطوا، يعني طائره قديش كلفت الدوله، قديش فيها جنود، قديش. والمساله الاهم انه يعني هيبه، يعني استثني كل المتغيرات اللي موجوده في المعركه وحط الجيش الروسي في كفه والجيش زيلينسكي في كفة أخرى، يعني ما في، يعني ما في أي مقياس بدك، ما في أي مقياس بيزبط على وحدة القياس بين الجيشين، لا من ناحية العتاد ولا من ناحية المعنويات ولا من ناحية أمور أخرى. لكن في أخ حكى إنه، يعني أعتقد كرم إنه حكى في موضوع إنه نفس السيناريو اللي جرى في أفغانستان، نفس السيناريو اللي جرى في الحرب الباردة، تم استخدامه مع بوتين، وللأسف الروس لم يتعلموا من الدروس السابقة، جروهم إلى حرب، حرب تكتيكية، حرب أفكار، حرب صارت على الأرض. إحنا مصادر معلوماتنا للأسف مصادر محدودة، نحب يعني وبتتعلق إنه نحب أو نكره، لا كان في خسائر، كان في يعني بصراحة يعني يعني هلا اوكي، ولكن يعني تم الترويج لهذا الهجوم المضاد بشكل كبير، يعني على اساس انه هو عمليه نوعيه ويعني حاسمه او مصيريه يعني للحدود الروسي على اوكرانيا. ف يعني على ما اعتقد ان هي التطورات، ان كان سقوط الطائرات المسيره او ما حصل اليوم، يعني يمكن مثل ما تفضلت حضرتك والسيد ابو يوسف، هذا يعني من شأنه ان يضائل من يعني قيمة روسيا او من هيبتها امام العالم، طبعا ولكن لا اعتقد ان يعني هذه ما حصل هو تبعا لهجوم مضاد. ويعني خرج اليوم زيلنسكي، وبالتالي بعد أن خرج يعني اتفقت فاغنر مع روسيا وعادت المي إلى مجاريها. حتى اي مياه واي مجاريها، اليوم هو يوم فارق في تاريخ الحرب، وبتقدير الاخ ابو يوسف حكى في نقطه انه الاسبوعين القادمين سيشهدن قرارات مصيريه وقرارات مؤلمه بالنسبه لروسيا. يعني انا كمان انا بركز على موضوع الهيبه، وبتقديري انا بقيس الحرب من هذا الجانب، لانه يعني انا حكيت انه الجيشين مش متكافئين ولا باي حال من الاحوال، وبالتالي يعني صمود اوكرانيا لسنه وثلاث شهور يعني بصراحه رقم لازم يدخل موسوعه جينيس. المساله الاخرى انه الروس دائما في موضوع الهيبه يعني بتمر عليهم مر الكرام، يعني مثلا وانا بديش اقحم موضوع في موضوع، هم الان لهم في حميم قاعده، هم لهم موجود قاعده، وبيطلع الطيران الاسرائيلي بيقصف سوريا دون اي مبرر. تخيلي لو انه دوله فيها قاعده امريكيه ارتمى عليها، ضرب عليها رصاصه واحده، كيف راح يكون رده الفعل الجيش الامريكي؟ ساعتبرها انه هاي مساس بالسيادة الأمريكية. أنا كمان مرة أنا مش مع أمريكا، بإمكان وكان كنت من الناس اللي بيعولوا أنه هاي الحرب من بدايتها ممكن يعني تلجم جموح أمريكا وجنون أمريكا، لكن للأسف المخرجات ليست كما توقعنا. الخسائر بتقديري خسائر كبيرة، الهيبة فقدت، فاغنر وغيره يعني الآن بيتحكموا
بالقرار الروسي، يعني كمان هي ضربة في الخاصرة، خنجر بالخاصرة، وبالتالي الخنجر بالخاصرة مؤلم إلى يعني بجوز أنا أميل لك. حد من الإخوان حكى في أنه يعني بوتين مغيب، ما عنديش معلومة بس يبدو أنه مغيب، يعني أنه يعني حرب سيد والأمور. سامح، يعني سيد سامح فعلا بوتين اليوم يعني صرح بأنه هذه الضربة قاتلة لروسيا، يعني ووصفها بأنها طعنة في الظهر. ففعلا يعني بوتين اعترف بهذا الضعف يعني وبقوة هذه الضربة لروسيا عبر تصريحاته هذه. ولكن يعني نحن كنا عم نحاول نتحدث ما خلف الكواليس، أو ما هو يعني إن كان هناك لعبة، إن كان يعني بالنهاية هي تحليلات، نعم لا أعلم من صحيح، سيصيب بس أنا ومن لن يصيب. سأختم. الإخوان المتحدثين كل واحد بتقدير أتوافق مع جزئية من الجزئيات اللي طرحها، يعني إذا أخذنا جزئية من هون جزئية من هون، بتقدير إنه يعني صار المشهد مكتمل، بتقدير اللي ننتظر أسبوعين على الأقل، والأيام القادمة يعني ممكن تثبت إنه صدق أو عدم صدق الحكي اللي تحدثنا فيه. شكرا. شكرا لك سيد سامح. منبر السوريين شرفاء، يسعد وقتك، تفضل. منبر السوريين، السلام عليكم. عفوا. وعليكم السلام، تفضل. سلام، السلام عليكم. أهلا وسهلا، وعليكم السلام. شلونكم يا اخواتي؟ ليك مرحبا. اول شيء ظالمين ويطلعنا منهم سالمين. بوتين شو ساوى بسوريا؟ يعني شو متوقع بوتين؟ يعني هاي شغلة إلهية. وبالنسبة لهم فاغنر وبوتين يعني مختلفين من زمان، مو اليوم، هذا في عندهم اختلاف. يعني حتى بسوريا طلع التحالف مرة ضرب فاغنر ينسق مع قاعدة حميمين مشان القوات الروسية الموجودة بدير الزور، ما بلغوا فاغنر انه انسحبوا او شيء، اجى الطيران التحالف ضربهم، ما خبروهم. يعني راحوا شيء 50 60 قتيل من فاغنر. يعني هي شغلة قديمة، مو اليوم والبارح، من شي سنة تقريبا، وبدهم يخلصون من فاغنر لأنه صار تأثر عليهم. روسيا تريد يعني التخلص من فاغنر. نعم نعم نعم، بدأت تخلص من فاغنر، وحطوهم بكراني، حطوهم على الجبهات وما يعطونهم ذخيرة مشان يتخلصون منهم. وهذا حسب الوضع، يعني شاف الوضع، وما مو مسلسل ولا أي شيء، هذا شيء حقيقي. يعني وفي دعم عم يجي من برا، وفي تعرف الوضع، انتم ما انكم غشيمين. نعم طيب، شكرا لك. والله اذا يعطيكم في العافية. اي اضافة عم اسمعك. نعم، ما فهمت. يا عم قول اذا في عندك اي اضافة بهالخصوص، عم اسمعك. لا لا، ما عندي. يعني بوتين شو متوقع؟ بوتين ما خلى نوع من الأسلحة اللي ما جربه بسوريا. يعني شو متوقع بوتين؟ بده يتوقع حاله، يعني بده تخرب روسيا وإن شاء الله. والله يعطيكم العافية. الله يعافيك، شكرا لك. سيد كرم، طيب لو تسمحي لي أرد على الأخ أحمد، بس بدي أصحح معلومة للأخ منبر السوريين. الضربة اللي تلقاها فاغنر بسوريا بال2018 بتدمر كانت، واتهم أيام اتهم وزير الدفاع بأنه أعطى الخارطة للأمريكان المواقع. طيب الأخ أحمد حكى أنه روسيا لم تهتز بما حدث اليوم، وروسيا قوية كذلك. يا صديقي، احنا نفصل بين الإعلام العربي والإعلام الغربي. الإعلام الغربي اليوم تحدث بمصداقية، الأوكرانيين استفادوا من ما حدث اليوم وقاموا بشن هجمات معاكسة، وأسفرت عن ما يقارب الأربعين قرية استعادوها يا صديقي. أول شغلة، ثاني شغلة يا صديقي، بالله خليني أكمل فكرتي بعدين رد. تمام، أنا احترمتك فاحترمني. طيب ثاني شغلة يا صديقي، اليوم لما فات الأخ بالدبابات على روتسفورد يا صديقي، هل أنت باعتقادك بوتين يستطيع أن يرد عليه ويقصفه بقلب روسيا؟ يا صديقي، بوتين مش بشار الأسد. اليوم النفس الأوروبي
مش زي النفس العربي يا صديقي. ما في حاكم أوروبي يقدر اليوم أو يستطيع أن يقتل شعبه يا صديقي كما يفعل حكام العرب، تمام؟ مستحيل اليوم بوتين يقصف قرية روسية بذريعة مؤامرة أو عصيان أو إلى آخره. هاي أول شغلة. ثاني شغلة يا صديقي، ثاني شغلة يا صديقي والأهم،
طيب دقيقة بس بعد إذنك أنس، دقيقة صديقي. إحنا ما أنا ما تحدثت إنه يقدموا 20 مليون ولا 20 مليون، أنا تحدثت اليوم ركض للمطالب السياسية اللي حكاها قوات ورئيس قوات وغيرها. أول شغلة، بعدين يا صديق بدك تميز لما الإعلام الغربي يتناول قضايا الشرق الأوسط إشي، لما الإعلام الغربي يتناول قضايا إشي ثاني يا صديق. عرفت؟ بدك تميز بهاي النقطتين مهمات بالنسبة لك، هاي أول شغلة. وثاني شغلة يا صديقي، أنا اليوم ما جاي أطلع أحكي شو قدمت الروس، أنا جاي أحلل شو صار اليوم باختصار. عرفت كيف؟ أنت رجعتنا التاريخ وقدمت روسيا ومش قدمت، أنا شخصيا ما لي علاقة بهذه القصة يا صديقي، ولا وما أطرحها للنقاش على هذا المنبر يا صديقي. عرفت كيف؟ اليوم خليني أكمل. فاغنر فات عنده متطلبات، أخذهن وطلع. فيك تحكي لي ما أخذ؟ شو اللي طلعوا؟ اللي طلعوا إنه خاف ارتعب. لو ارتعب ما فات بالأساس يا صديقي. عرفت كيف؟ لو مرعوب ما فات بالأساس، ولا عبر الحدود. يعني هو كان عنده طلبين أو ثلاثة، فات أخذهن ورجع. ممكن هديت، وأنا أشوف ما هديت، أشوف الزلمة مدفوش ومدفوع من قبل أيدي خارجية. تمام؟ أما أنا ما تناولت روسيا خسرت ولا كسبت، أنا لحتى الآن ما تناولت هذا الحديث. أنت عم تشرح بعيد عن الفكرة اللي أنا حكيت معها للأسف. طيب، معلش لو سمحتوا، بس بدي أمرر لضيوف تانيين، يعني الضيوف اللي معي إذا في حدا ما عنده يعني أي إضافة مهمة لو سمحتوا تنزلوا لحتى أقدر آخذ ضيوف تانيين هن نصلون يعني طيب شكرا على استضافتك، وشكرا للجميع، وعن جد يلا عندي كلمتين احكيهم وانزل انا. شكرا، شكرا سيد أحمد. سيد منبر السوريين تفضل. انا عندي سيد الله بس لحظة، الله يعني يضرب الظالمين بالظالمين ويخرجنا منهم سالمين، وان شاء الله تتدمر روسيا مثل ما دمروا سوريا، وإن شاء الله يلاقيه بوتين. وشكرا. شكرا لك. سيد سامح رح أعطيك مجال، بس خليني آخذ سيد راغب، هو قبل منك وبرجع بعطيك من بعده. سيد راغب تفضل. يعني للأسف السيد أحمد كان يحكي بكوكب تاني. قريت التعليقات من الضيوف الموجودين كمعلقين، كلهم كانوا عم بيقولوا احنا ما عم نعرف شو عم بيحكوا، ما عم نفهم. المخابرات الروسية ما أنا أقوى مخابرات بالعالم، ولن تكون السادسة أو السابعة، عنده جهاز مخابرات قوي، لكن بعد الباكستان وبعد أمريكا المخابرات الأولى بالعالم هي الباكستان. فاغنر سيغادر روسيا وسيقتل، قائد فاغنر شاء أم أبى، وفقط لا غير. بس أحمد لم يكن موضوعي في طرحه، وأنا قريت كل التعليقات. شكرا لك. شكرا سيد راغب. سيد سامح تفضل. أنا بدي أختم من حيث بدأت، بتقديري أنه يعني الموضوع موضوع يعني يحتاج للتريث في المسألة الأخرى. هي مش مسألة أنه رأيي صح ورأيك صح، هي هاي أمور تخضع لمسرح العمليات في الميدان، ومسرح العمليات هو أوكرانيا. الإخوان اللي حكوا في موضوع أنه الفاغنر يعني عنده استراتيجية، أنا بتقديري أنه الفاغنر ليس لديه استراتيجية، هو بيقيس المسألة ربح وخسارة، وبالتالي كل السيناريوهات اللي انحكت ممكن تكون سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول أنه يكون عمل اتفاق مع الغرب، السيناريو الثاني أنه خسائره زادت، المسألة الثالثة أنه معلي هو حاول أنه يعمل له موطئ قدم في هاي المعركة، وبالتالي يحقق مكاسب أكثر لروسيا أو لابتزاز روسيا. أنا يعني بقول إنه يعني في من البداية، يعني حتى لو كانت روسيا يعني ستحسم الحرب في دقيقة بعد اليوم، بتقديري إنه ما حصل اليوم هو أمر كارثي بالاستراتيجية الأمنية الروسية. مسرح العمليات اللي موجود وغرفة العمليات اللي موجودة عند روس يشير إنه في هناك نقاط ضعف كبيرة، هناك خسائر كبيرة، هناك أمور لا يتم تداركها. وبتقديري إنه هاي يعني هي أخطاء، سلسلة أخطاء بنيت على أخطاء ولم يتم معالجتها. بتقديري التوسع في الأرض الأوكرانية
كان خطأ استراتيجي اتخذته القيادة الروسية. الآن هي ما لا بتقدر، لا هي تستطيع التقدم قليلا ولا الرجوع قليلا، وبالتالي زي ما وصفتها إحدى الدراسات، هم زي اللي صاروا اللقمة في فم التمساح، لا هي قادرة تنزل ولا هي قادرة تطلع. روسيا دولة عظيمة، نعم، عندها اقتصاد، نعم، حققت إنجازات خلال ال10 سنوات، نعم، وبتقديري إنه بوتين أنا بشبهه زي اللي راح يلعب قمار. كل الإنجازات الاقتصادية واللي حققها بتقدير إنه دفعها في هذه المعركة. وآسف جدا إيطالي، وآسف إذا يعني زدت في كلامي هنا أو هناك، بتقديري هاي وجهة نظر شخصية. وشكرا. شكرا لك سيد سامح. لا بالعكس، يعني حضرتك عندك تحليلات احيانا عم بتكون بمحلها تقريبا، لانه انت من ضيوفي اليوميين. شكرا لك على كل حال. سيد احمد، يسعد اوقاتك. ميت مرحبا، مساء الخير، اهلا وسهلا. بديش اعمل مداخل كبيره، مداخل صغيره هيك، يعني على اساس انه الموضوع بعده جديد، وربما البعض يعني يبالغ فيما يحدث، وربما يقول ما حدث في سوريا هي عباره عن خلافات شخصيه داخليه، لانه الانقلاب يعني ان هناك مطالب وهناك خلافات تكون عميقه فلا تظهر بهذه الصوره، وانما الذي ظهر إلينا ربما يكون شيء بسيط ليس عميق وسطحي. لأن إذا ما تحدثنا نحن عن انقلاب حقيقي، يكون هناك عبارة عن تحالفات داخلية وحدوث انقلاب، في أنهم قد مسكوا في زمام الأمور في بعض القوى الاستراتيجية الحساسة لدى الروس. فالحديث عن انقلاب حقيقي وكما بقيت الانقلابات في الدول الأخرى ربما هذا مبالغ فيه، ربما الأمر متعلق، لأنه يقولون عن المنقلبون مجازا، نتحدث عن الانقلاب المجازي، إنهم ليس من ذوي الخبرة العالية، وإنهم مقربون أيضا من بوتين وليس ذوي الخبرة العالية، وإنما منهم شبههم أنهم منتفعون مرتزقة إلى آخره. هؤلاء بالتالي مصلحتهم تكون ليس ضمن، أو حديثهم حتى سياساتهم لا تكون ضمن استراتيجيات، وإنما تكون ضمن انفعالات شخصية ذاتية. ربما البعض ربما يروج إلى أن هناك خلاف قوي وانقلاب قوي، ولكن بوادر الذي نلاحظه وكأن البعض ذهب لأن يقول هذه عبارة عن مسرحية، والقول بأنها مسرحية لأنه ليس هناك سبب جوهري حقيقي يدعو إلى وجود انقلاب، وليس هناك أصلا بوادر إلى أن نقول عن هذا الانقلاب أنه فعلا انقلاب حقيقي، لأنه إلى سيد الآن أحمد، لم تسقط معلش أي. سيد أحمد، أعطيني مجال لحتى أحاورك. يعني بريكوجين خصوصا الفترات الأخيرة كان لديه كثير من التوترات مع وزارة الدفاع، نظرا يعني لعدم تمويله بالذخيرة وأمور يعني على ساحة المعركة أخرى، فيعني لماذا حتى ما يكون في سبب للانقلاب؟ بالنهاية روسيا داخلة في حرب، يعني عندها يعني عندها وضع معين، ويعني جايز بأنه يكون عليها انقلاب، ولديها الكثير من الأعداء يعني خصوصا في دول الجوار، فمن الطبيعي جدا أن يكون هناك انقلاب. بالنهاية فاغنر هي مجموعة ميليشيا وليست من الجيش الروسي، ليست رسمية للبلاد، والميليشيا قد تأتي جهة ما وتقوم بتمويلها أو تقدم لها يعني عروض أكثر، يعني أكثر ربحا من العروض التي قدمتها روسيا، خصوصا أن روسيا أحد الدول التي يعني لديها الكثير من الأعداء. عندما الحديث عن الانقلاب، يعني كلمة انقلاب، أو يعني عندما نأتي بكل ما يتعلق في التغيير في الدولة، فهناك مسميات متعددة. عندما أسمي انقلاب فيجب أن تتوفر شروط الانقلاب، وأن هذا الانقلاب تنقلب الأمور رأسا على عقب في الدولة، وإنهم قد وضعوا أيديهم على أمور حساسة
يمكن أن يغيروا القرار في روسيا، ولكن الذي يحدث أنهم إلى الآن لم يغيروا أي شيء في حقيقة القرار الروسي، وحتى أن ليس هناك يعني في الانقلابات في الدول تحدث هناك سيطرة كاملة على مرافق وفي مراكز في مراكز القيادة، ولكن إلى الآن لم نرى هناك انقلابا حقيقيا يدعو إلى أن نقول ربما نسميه انفصال، ربما نسميه انشقاق، ربما نسميه أن هناك حالة خلاف. ولكن نتفق على فكرة أنه كان في البداية انقلاب ولكنه توقف بسبب اتفاق معين، ولكن الانقلاب إذا ما تم تسميته بالانقلاب ربما يأخذ شروط أخرى. الانقلاب يعني أن الأمور انقلبت رأسا على عقب في اتجاهات مغايرة ومختلفة على ما هو عليه، ربما نسميها انشقاق، ربما نسميها خلافات داخلية كانت تؤدي إلى بوادر انقلاب، ولكن بتسميتها انقلاب ربما مبالغ في هذه التسمية. عفوا، هناك ربما تسميات أخرى أكثر اتزانا في واتزان في الحكم على ما حدث في روسيا. الروس إلى الآن في مجابهتهم للأوكرانيين الوتيرة الحرب عالية واشتدت ولم تضعف الوتيرة، ربما هناك في سيناريوهات متعددة إلى ما حدث في روسيا. يعني ربما نفترض افتراضا، دائما السيناريوهات منها يذهب منها ما يذهب إلى أن يكون سيناريو ساذج إلى أن يكون سيناريو محكم، ربما هناك سيناريوهات متعددة. ربما روسيا شعرت أنها دخلت إلى أوكرانيا وأنها الآن لا تجابه بأوكرانيا وإنما تجابه بكل ما يتعلق بالحلف الأطلسي وما وراء الحلف الأطلسي، ولربما روسيا تريد أن تحد من وتيرة الحرب بأوكرانيا لأنه ما وراء حلف الأطلسي أناس لا تهمهم نفوس الناس ولا الإنسانية، وإنما تريد المزيد بزج الإنسانية إلى بالمزيد من القتل والدمار. فالروس عندما بدأوا الحرب في أوكرانيا كان دائما يقول الرئيس الروسي بوتين أنا لا أريد سفك الدماء، لا أريد أنا أن أسيطر على أوكرانيا بمعنى السيطرة وسلب حرياتهم وتحويل الأراضي الأوكرانية إلى روسيا، وإنما أريد فقط لأن أضمن سلامة الأمن القومي الروسي. فربما على فكرة نلاحظ عندما تدخل الجزائريين كوساطة لأن يكونوا أحد المشاركين في وجود حل سياسي عادل ما بين روسيا وأوكرانيا لم يعارض سيادة الرئيس بوتين ذلك، وهذا دليل على أنه ربما في الأفق أنه يشعر هذه الدول الجديدة الظاهرة كالصين وروسيا وغيرهم يعرفون أن هناك يريد من يتلاعب بالعالم، لا يهمه الدماء التي تسفك من الطرف الغربي ولا الطرف الشرقي، وإنما فقط هناك رؤوس أموال يريدون فقط إحداث سيطرة وتنفيذ سياساتهم وتمرير سياساتهم للسيطرة على العالم. لا أريد أن أخوض مسميات لأن أقول تحت مسمى شعار معين حتى لا أن يمس بنا وأن يتم الانتقادنا، ولكن هناك في مسميات الكل بيعرف هناك شعارات لمسميات مؤسسات كبيرة في العالم هي قائمة وهدفها الرئيسي وهالظهرة من خلال الحروب التي خاضتها أمريكا دون قدمت لنا ذرائع، وهي في حقيقة الأمر تم اكتشاف إنها واهية ليس لها أي حقيقة، وإن هناك انحياز كبير إلى دول دون دول أخرى، وهناك ظلم، وأن أصبحت الأمم المتحدة ومجلس الأمن قراراته واهية ظالمة ذات قرار أحادي متسلط مستبد. فلذلك روسيا عندما تحكم على الأمور وتنظر إليها لربما أحد السيناريوهات إنها شعرت إنها ربما تلبي طموح تلك الجماعة التي تريد زج العالم بأسره في حروب لأنها المستنفعة في هناك. طبعا ناس هذا حقيقي الأمر إنه في مجموعة معينة لا أريد أن أذكر اسمها هي تريد زج العالم بالخلافات والشرذمات والمزيد من الحروب. فالسيناريوهات للحكم على الروس ربما متعدد، ولكن إذا ما ذهبنا دائما لأن نحكم فقط في اتجاه معين ربما هذا يكون يعني لا نريد أن ننظر إلى زاوية واحدة زاوية حرجة، وإنما
دائما الحكم السياسي ياخذ ابعاد مختلفه، فالذي حدث في روسيا الى الان لم ليس هو انقلابا حقيقيا، ربما اسميه انفصالا، ربما اسميه خلافات داخليه، ولكن لا ياخذ معنى الانقلاب الحقيقي، لان الانقلاب الحقيقي يعني انقلبت الامور راسا على عقب، واصبح القرار السياسي في اتجاه مختلف ومغاير الى ما يحدث على ارض الواقع. نعم، شكرا سيد احمد، خليك معي، برجع لك بس لحتى اعطي مجال للضيوف. سيد حماد الديار، سد اوقاتك. يسعد مساكي استاذه، تحيتي لك. بدي احكي بمنتهى الواقعيه. اليوم اللي شفناه في خلل بالمؤسسه الامنيه، في خلل بالمؤسسه الامنيه، في خلل بالمؤسسه العسكريه، في خلل، في مشاكل بموسكو، في مشاكل بموسكو. بس مو كل شغلة تصير نعطي حجم للولايات المتحدة أو للسي آي اي أو لدول حلف شمال الأطلسي. يصير لا، مؤسس شركة فاغنر هو إنسان وطني، هو طلع بمطالب معينة محقة، هي مشكلة داخلية. بس بدي أعيد تأكيد أو وصف كلمة انقلاب. كلمة انقلاب هو الجيش اللي بينقلب على نظام الحكم وليس ميليشيا. يعني أنا ما فيني وصف الشيء اللي صار بكلمة انقلاب. بدليل، هو فات على مدينة من المدن، استولى على قاعدة جوية، استولى على مؤسسة عسكرية بهاي المدينة. بس لحنا ما شفنا الجيش الروسي بعد سلاح الجو أو جهز، نزلوا بعض القطع، هذا وضع طبيعي، البلد بحالة أزمة. بس ما شفنا مثلا الجيش أخذ وضعية قتالية، ما شفنا نقطة دم واحدة نزلت. فهي مشكلة داخلية بحتة، هي مشكلة بين وزير الدفاع وهذا الشخص، هي مشكلة شخصية، هي مو مشكلة شعب بين بعضه. فالشي اللي صار اليوم وضع طبيعي، ما نعطي الموضوع فوق حجمه. بنتذكر أيام الانتخابات الأمريكية مؤيدين رئيس ترامب لوين وصلوا بسلاحهم. فينا كان نقول انه حدثت حالة انقلاب بالولايات المتحدة، وصلوا للكونغرس، وصلوا بالسلاح، وصلوا لأكثر نقطة مقدسة بالولايات المتحدة، وهن حاملين سلاحهم ونزلوا التماثيل وقعدوا يعملوا سيلفي. فينا نقول انقلاب، فينا نقول الولايات المتحدة ضعفت. موضوع عادي اللي صار اليوم، مثل أي بلد بالعالم، ما وصلت لحدود انه اهتزت صورة السياسة الروسية، اهتزت. مزبوط هذا الحديث. بعيد مثل ما قلت لك أستاذة، في مشكلة، وكان يفضل أنه تنحل قبل سنة، وقت لي طلب بتزويد مجموعاته بالأسلحة. بس هي ترتقي لمشكلة شخصية. وبدي أعطيك معلومة، رئيس الشيشان بعت قواته وجهز قواته للتدخل بحال وصلت لمستوى كلمة انقلاب. رئيس بيلاروسيا هو صديق شخصي لرئيس بوتين، حتى هو قال أنا إذا وصلت لموسكو ما بده يبدل نظام الحكم. هو عداؤه مع المؤسسة العسكرية، هو عداؤه مع وزير الدفاع ورئيس الأركان. سيد حماد الديار، يعني لماذا خرج بوتين اليوم يعني كالمرعوب مثلا من قيام حرب أهلية، ويعني شدد على هذا الموضوع أننا لن نسمح بأن تقوم حرب أهلية أخرى في روسيا؟ تمام، أنت سألتي سؤال، وضمن سؤالك هو الجواب. اللي صار اليوم كان ممكن يودي البلد لحرب أهلية، مزبوط هذا الحديث، وهذا السبب. يعني المشكلة مو عادية مثل ما حضرتك. لا لا لا, لا, يعني لا المشكلة أبدا، المشكلة بس أنا ما حاولت تفهم الموضوع مشان تفهميني. المشكلة أنا من الأول قلت لك في مشكلة بأجهزة الأمن، وهذا السبب اللي الرئيس الروسي ما أعطى أي تعليمات للجيش بالتحرك. سلاح الجو ما تدخل، ما شفنا قطعة عسكرية إلا نزلت بقلب العاصمة لينظموا الأمور يعني، ومنعوا المدنيين من نزلة. أما إنه هي ما في مشكلة، لا في مشكلة، ومشكلة ما لها عادية. أنت سألتي سؤال، يعني سؤالك حلو وجوابك ضمن سؤالك. الرئيس الروسي وقت اللي طلع ما بده البلد تعود 100 سنة لقفا. اليوم هو 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 بحالة صراع مسلح مع دول العالم كلها. وأنا بس بدي أضيف مداخلة بعد إذنك. اليوم وقت اللي منشوف هيك حدث بدولة مهمة مثل روسيا،
بنزعل من جوات قلبنا، بنزعل لأنه يعني لو صارت حرب أهلية أو صارت انقلاب، الساحة العالمية كلها كانت رح تتبدل، الاقتصاد العالمي على المستوى الاقتصاد، على المستوى السياسي، على مستوى العالم كله، لأنه هي تاني أقوى دولة بالعالم. تحيتي إليك ولضيوفك أستاذي. شكرا لك سيد حماد الديار. سيد كناني سد أوقاتك. الله يسعد مساك يا رب إن شاء الله، ويعطيك ألف عافية رب إليك ولا الأخوة الضيوف الكرام راغب أبو زيد والأخ اللي تحت. أول شيء بالنسبة بس بدي صحح له كم معلومة لحماد الديار، بحكم أنه كان عم يحكي عن أنه بأمريكا وصلوا وهدموا التماثيل. عزيزي صديقي، أنت مانك عايش في دمشق أو في اللاذقية أو في حلب لحتى تشوف تماثيل الرئيس ترامب أو بايدن أو أوباما، يعني بكل مكان ما عندهم تماثيل. ما تشخصا ضل بالموضوع إذا بتسمح، أنا ما عطيت ولا كلمة، ضل أنا عم صحح لك معلومة بس. إذا بتسمح. أوكي، بس أنا عم صحح لك معلومة مشان إذا حكيت بلايف آخر تعطي معلومة. إذا بتسمح لا تشخصين، أنا ما بيقطعني عن سين ورال، عم بيقطعني يا معلش. طيب حماة الديار تمام، سيد كنان حاول إنه ما توجه له الحديث لحتى ما يقطعك كل شيء. لا أنا بس عم صحح له معلومة بحيث إذا حكى بلايف ثاني. لا تشخصين، حدث عالمي لا تشخصين، كون على مستوى الحدث. إذا بتسمع فما عندهم يا سيد حماة الديار، يعني هو ما كفر معلش، يعني ما تقاطعه كل شوي. تفضل سيد كنان. الله يسعدك يا نورال، شكرا لك. فهن ما عندهم تماثيل يعني بأمريكا لحتى يهدموها، يعني أنت ما تشبه الموضوع بالموضوع السوري. بالنسبة لشركة فاغنر اللي وصفهم بالميليشيات، شوفي أنت الوصف بالميليشيات، بالأمس كانوا يوصفوهم بقوات النخبة الروسية. قسما بالله العظيم إنكم يعني ما بعرف، أنتوا مثل الدولار بتطلع وبتنزل وكل يوم بآراء جديدة غريبين، يعني خلص اثبتوا على يعني كونوا يورو أخي، كون يورو هيك أو كون ليرة يا أخي، لو إنه الليرة نازلة كتير اليوم وما بتسوى ما بتجيب بصلة، بس إنه يكون ليرة مثلا موقفك ثابت للأمانة. فأنتوا ليش اليوم استاذ إذا بتسمعني عمي شخصين، أنت موجودة وعم تسمعي. سيد حماة الديار، يعني ما بعرف اليوم الظاهر عندك حساسية مفرطة، يعني عادة بتصير هاي الشغلات، ويعني في أمور معينة بعديها أنا يعني بسمح، بس يعني يصير عندك دور مرة ثانية شخصية. امبارح حماة الديار، امبارح حماة الديار ما خلى حدا الا قال له اسكت يا ولد، واليوم عم بتعامل بهذا الاسلوب. يا ريت خلي كنان يكمل، كنان ما قاطعه، كنان كان قادر يفتح المايك ويحكي. فلو سمحتي احمينا من المقاطعه، احنا ضيوفك كل يوم وما بنقل ادبنا وما بنتدخل. امبارح قال ل 100 واحد اسكت يا ولد، هو ما بعرف مين الناس اللي امبارح. سيد راغب، يعني امبارح كان الوضع مو مثل اليوم، يعني الامور اليوم هذه شوي، لان تيك توك عنده مشكله، يعني حتى ما مو يعني رافع اللايف ومو موصله لكل الاشخاص. يعني حماد الديار تبليغات سبيحه يا اختي، اذا بتريد لا تقاطعه، يعني هو ما زال معه ما يغلط يعني عليك او على اي شيء، فلو سمحت لا يعني لا تعمل مشكله. الله يسعد قلبك يا رب، شكرا لراغب كمان. حتى كان في نشيد يعني للأمانة، يعني كان في نشيد لقوات باكنر بيقولوا في حماة الكريملين عليكم سلام، يعني هنا كانوا حماة الكريملين يعني بالأساس قوات باكنر. وشركة باكنر على فكرة هي قوات مرتزقة. أنا من مدينة اسمها اللاذقية للي بيعرفها بسوريا أخت مرال، من فترة عم بحكي مع صديق لإلي، فكان حاطت حالي على الواتس أب، حاطت حالة موت، يعني قلت له خير إن شاء الله، شوفي يعني مين ميت لك؟ قال لي والله مات ابن اختي. قلت له خير، يعني وين مات ابن اختك؟ شو عمره؟ قال لي عمره 23 سنه، يعني ما في حرب عنا بسوريا هلا، بتعرفي انت جبهات واقفه. قلت له وين مات؟ قال لي مات بالحرب باوكرانيا. قلت له شو بعته لهنيك؟ قال لي من زمان طلعوا عنا شباب من الضيعه، يعني ما يقاتلوا هنيك مرتزقه، يعني فهمت علي شلون؟ فما يبعتوهم لهنيك يعني مرتزقه انه ما يشتغلوا لحساب الجيش الروسي. قلت له ايه شو يعني شو؟ طب معقول انه انت عم تطلع تقاتل برا بلدك وكذا وما بعرف شو؟ يعني بالبلد كانوا يعطوك ساعه حيط تعلقها ورا، تعلقها على الحيط عندك، يعني بروسيا بدهم يعطوك قنينة فودكا يعني. فالموضوع انه جدا صعب للامانه، يعني رغم هيك يعني مدينه باخموت اجتمعوا عليها الروس والميليشيات السوريه، الجيش السوري وميليشيات ما بعرف مين، وما قدروا يتخطوها، يعني حتى شركة فاغنر اللي هي قوات النخبة الروسية على أساس يعني ما قدرت تتخطاها. فاليوم الصفعة الروسية
والصفعة لكل إنسان بيتبع هذا وعامله بعبع بالمجتمع الدولي. شفنا كيف مثل ما حكوا الأخوة من شوي 25,000 عنصر زلزلوا كيان بوتين يعني وخلوه يطلع ورجليه عم تقصف من الخوف والرعبة. وحتى الأنظمة العربية على فكرة يعني من وراء بوتين خافت على نفسها، يعني مثل بشار حافظ حدود إسرائيل ومثل السيسي ومثل يعني الأنظمة العربية بشكل عام يعني الخانعة الخاضعة، فخافت هي من سقوط الأب الروحي لها بوتين. فلذلك بس بعتقد ما طلع اليوم تصريح من دمشق، ما سمعنا أي تصريح من دمشق أو من الرئاسة السورية بحكم انقطاع مولدات الكهرباء عن القصر الرئاسي في سوريا. وشكرا لك أخت نورال، أنا معك بس بدي أحط مقدوستين. الله يسعد قلبك إن شاء الله يا رب. طيب شكرا لك سيد كنان، صحة وهنا. سيد أبو زيد سيد وقتك. سيد أبو زيد السلام. عفوا. وعليكم السلام. وعليكم السلام. هي شغلات، هي سبحان الله، يعني حرب عالمية يمكن أولها، تمام. بس اليوم الفرحة، أنا من أدلب بحكي معك، يعني اليوم الفرحة، عم تسمعوني؟ واضح، تفضل. يعني اليوم الفرحة في أطفال أدلب، يعني من 12 سنة يمكن ما فرحوا، وان شاء الله بتعلق بسوريا بروسيا، واذا ما انكسرت من اوكرانيا ان شاء الله في ادلب راح تنتصر، ننتصر على روسيا. الله كريم. السلام عليكم. شكرا لك. سيد دارك شادو. دارك شادو، تحياتي. تحياتي مدام نورال. سامي معك، هي ثاني مره بطلع معك اظن. صراحه بتذكر بس يعني نسيت شو الاسم. اهلا وسهلا سيد سامي. سامي، تحياتي، شكرا لك لاستضافتك ولضيوفك. الحقيقه انا ميال للاستاذ احمد والاحمد اللي قبله كمال، انه ما حصل في روسيا اليوم هو ليس انقلاب. يعني الانقلابات عاده بحاجه الى تنسيق بين العسكر، قاده الويه، قاده الاستخبارات. انقلاب كمال يكون له تبعيه سياسيه، احتلال مبنى البرلمان، السيطرة عليه بالأحرى، السيطرة على الإذاعة، السيطرة على وزارات الدفاع في العاصمة، مراكز القرار. فما حصل اليوم بالمطلق ليس انقلاب. هل هو تمرد؟ كمان فينا نقول هو ليس تمرد، لأنه قوات فاغنر ليست تابعة للجيش الروسي، فلم يحصل تمرد بالمؤسسة العسكرية حقيقة. يعني حتى ما شفنا أي دعم من القادة وقادة الألوية بالمؤسسة العسكرية لقائد فاغنر. ما حصل اليوم هو خلاف موجود بين الميليشيات هذه اللي اعتمد عليها بوتين، وبين قائد الأركان وقائد الجيش، وهي الخلافات تعود إلى 2015 بسوريا. يعني ما منا جديدة، يعني الخلافات هاي وطريقة إدارة المعارك بسوريا وزج فاغنر فيها، فهي خلافات قديمة ظهرت على السطح أكثر وأكثر في الحرب الأوكرانية، خصوصا في سوليدار ومؤخرا في باخموت. يعني نحن إذا بنرجع للقوات هذه الرديفة، الميليشيا، هي قوات كان تعدادها ما يقابل 50,000. في باخموت خسرت هاي القوات ما يقارب 50% من تعدادها في مفرمة لحم حقيقية كانت، يعني واستغل بوتين بنجاح في باخموت، لأهمية السيطرة على باخموت. هذا الأمر أفقد قائد فاغنر بعض السلطات وبعض السيطرة، وخصوصا بنقص الإمداد العسكري والمعدات اللي صارت بينه وبين وزير الدفاع. فهي نعم خلافات شخصية، خلافات. يعني كمال هذاك رئيس أركان جيش، ما له معني أنه قائد ميليشيا من المساجين يكون له كلمة عليا في دولة مثل روسيا. فنعم ظهرت الخلافات وانتشرت. فالمغامرة اللي تم فيها اليوم اعتمدت من قائد فاغنر على صداقته مع بوتين واحتياج بوتين لهذه الميليشيات. فهو فكر انه بدخوله وبتوجهه لروستوف، اللي هو أهمية منطقة روستوف لازم نذكرها هون، انه هي مركز العمليات العسكرية في أوكرانيا،
يعني كل شيء يتم في أوكرانيا يتم من روستوف مركز القيادة والسيطرة يعني، ودخل بأمان يعني، هو قبل ما يدخلها قال أنا ما لا أريد أن أقاتل حد أحد ولن أقاتل أحد، يعني هو رايح في مطالب محددة يعتمد فيها على علاقته وأهميته، أهمية فاغنر وانتصاراته في باخموت على بوتين. ولكن بوتين طبعا من الطبيعي جدا أنه يختار أن يقف مع الجيش وأصدر بعض القرارات إلى آخره، تم التراجع عنها لأنه بوتين كمال قرر أنه يهدي الوضع، لأنه أهمية أوكرانيا أهم من قائد ميليشيا قد تمرد أو له بعض المطالب، فرضخ مرحليا. هل ستكون نهاية سعيدة لقائد فاغنر؟ على الإطلاق أكيد إذا بنرجع، وهنا أتفق مع أستاذ أحمد الأولاني أنه لابد من أخذ التاريخ بعين الاعتبار، تاريخ روسيا القيصرية، فروسيا لا تسمح بالخيانة، لا تسمح بالتمرد، وأكبر دليل على ذلك سيبيريا، المنفى الكبير لكل متمرد ولكل من يقول لا في روسيا القيصرية ولا الاتحاد السوفيتي ولا روسيا الحالية. يعني أذكر هون قصة من التاريخ أنه مؤسس روسيا القيصرية هو بطرس الأكبر، لما شعر أنه ابنه الوحيد يتآمر مع الألمان ومع النمسا لقلب الحكم في روسيا، مؤسس روسيا القيصرية بطرس الأكبر، قام بقتل ابنه الوحيد الذي سيرث العرش عنه، واستخدم صوت مخصص لانتزاع اللحم عن العظم، وقتل ابنه بكلتا يديه ب15 ضربة صوت. فنعم يجب أن نرجع للتاريخ مدام نوران ونتعز ونأخذ فكرة. هل تأثر؟ دكتور إذا ممكن أسألك، يعني بريغوجين ماذا كان ينتظر من هذا العالم كما تريد أن تسميه، انقلاب تمرد يعني اللي بدك؟ هو مطالبه كانت واضحة، إزاحة وزير الدفاع ونائبه لشدة الخلافات السابقة من أيام سوريا وخسارته الكبيرة في باخموت، معتمد فيها على صداقته وأهميته لعند بوتين، ولكن فشل فيها فقرر متابعة الأمر إلى موسكو. ولكن هل كان سيحصل عسكرية؟ نعم. يعني لو كان حصل اشتباكات كبيرة، لو كان بوتين يعني ما تنازل مثل ما تفضلت حضرتك وحصلت اشتباكات ويعني صار في معركة بين هاي المجموعة والجيش الروسي. نعم. مثلا يعني لو خمننا انه مجموعة فاغنر وصلت الى موسكو والى يعني الى قلب العاصمة والى يعني القصر الجمهوري ببوتين. نعم. كيف كان سيكون الحال؟ يعني ماذا كان سيفعل بريغوجين؟ مهم جدا أن أعبر عن وجهة نظر هنا، أنه أنا لا أؤيد روسيا وأتمنى لها أن يحصل بها ما حصل في سوريا مبدئيا حتى لا يقال أنه أنا مؤيد، ولكن من المشحف حقا أنه 25,000 مقاتل أن يقاتلوا جيش كبير قوامه أكثر من 1,000,000 جندي روسي، مؤسسة عسكرية ما زالت متحدة، استخبارات ما زالت متحدة، الحرس الوطني الروسي ما زال متحد، أنه تقدر تقوم بأي تغيير في روسيا على الإطلاق. هون لازم نذكر أهمية تركيبة فاغنر. تركيبة فاغنر هي تركيبة السجناء مثل ما تفضلتي ومغتصبين الأطفال وذوي المحكومية، ولكن من يقود هذه المجموعة؟ وهم ليس لديهم خبرة، أنا قريت التعليقات، هم اكتسبوا الخبرة في أوكرانيا، من لديه الخبرة هم الضباط وصف الضباط اللي يقودوا هؤلاء الناس. هادون يا مدام نورال لهم أهمية جدا عند الروس، هؤلاء أبطال قوميين جنرالات تم التقاعد أحالوهم لقيادة، هؤلاء من لديه الخبرة العسكرية، هؤلاء مهمين لبوتين. لو بدأ بوتين بالقيام بعمل عسكري ضد فاغنر سيضطر إلى قتل هؤلاء الضباط وصف الضباط الذي يحظون باحترام شديد لدى الشعب الروسي. أما القتل المرتزقة هؤلاء ما حدا سائل عنهم مدام نورال، يعني تم قتل ما يقارب 50%، ما حدا سائل عنهم،
هون لازم أذكر في نقاشك مع الأخوة أنه من المعيب أنه دولة مثل روسيا أن تستعين بقوات رديفة وميليشيات. نحن الولايات المتحدة استعانت بقوات رديفة وميليشيات في العراق بنام نورال إذا بتذكر يعني. الآن في روسيا ميليشيات طبيعية ومن السجناء وغير السجناء تدعم الحكومة ضمن agencies يعني شو بقولوا لها agencies عسكرية ميليشيات عسكرية تدعم الحكومة. تاريخيا الاستعانة بالسجناء أمر جيد، يعني لما يكون عندي أنا بروسيا لو أنا قائد روسيا مثلا وعندي 140 ألف سجين أطعمهم ومسؤول عن حراستهم وكذا، وعندي حرب في أوكرانيا تحتاج إلى دمار شامل، معروف العقيدة الروسية هي الأرض المحروقة، من الذكاء والحكمة استخدام هاي الميليشيات بحرقة في روسيا والتخلص من هؤلاء الناس في روسيا، يعني ذكاء شديد أنا شايفه مو غباء. ناهيك إنه ميليشيات فاغنر هي من الأصل تم تأسيسها كميليشيا ليست تابعة للجيش شو بقولونا مشان ما تتساءل قانونيا أمام المجتمع الدولي، يعني هي صنعت for dirty work يعني الأعمال القذرة، وهي الأعمال القذرة ممكن التضحية فيها أمام محاكم الجنايات الدولية الأمم المتحدة إلى آخره والتضحية بهؤلاء الناس. أما لو كان الجيش الروسي سيذهب إلى مالي والصومال وليبيا والسودان ويحمي مناجم الألماس ويقوم بتهريب الذهب إلى روسيا لدعمها في حربها في أوكرانيا، سيتم مساءلة الجيش الروسي في هذه القضايا، ولكن تم استخدامها هنا وهناك ومساءلتها القانونية تبقى ضمن القانون الدولي إلى ميليشيات وليس إلى نظام عسكري وزارة الدفاع الروسية إلى آخره، وهذا موجود تاريخيا مدام نورال الاستعانة بالسجناء، وبالعكس محبز، يعني يا ريت الحكام العرب يستعينوا بالسجناء للتخلص منهم في حروبهم إذا قرروا يقوموا بحروب، يعني بدل ما نطعميهم ونشربهم ونحرص على وجودهم مغتصبين الأطفال والقتل نرميهم في الحروب ويموتوا، يعني أمر جميل. يعني أنا شايف أنه لا بوتين ذكي. الآن السؤال النهائي اللي ممكن، هل ما حدث اليوم سيؤثر على بوتين؟ نعم، لأنه إذا بنرجع لتاريخ روسيا القيصرية إلى الآن مركزية القرار وأهمية القائد جدا مهمة، يعني مو مثل هاي الدول الديمقراطية اللي المؤسسات مهمة، هي دولة مؤسسات ولكن أهمية الرأس مهم جدا، القيصر مهم جدا، هذا الاسم مهم جدا أن يكون قوي قادر إلى آخره. الآن صورة بوتين اهتزت، لابد أن عليه أن يعيد ترميمه. طيب هو يعني اهتزاز، يعني حضرتك أنت وعدة ضيوف طلعتوا معي متفقين على هاي الفكرة أنه انهزت صورة بوتين أو القيصر كما تفضلت. نعم، نعم، ولكن يعني تضاءلت هيبته قدام العالم، يعني هذا بماذا يؤثر على روسيا اليوم؟ يعني أنا إذا ممكن نحكي عن شيء مادي ملموس. نعم، يعني أنا أثرت هيبته ولكن مو مثل ما تم توضيح الأمر أنه عملها بالباس، سوري على التعبير ما لقيت، يعني لا اهتزت ولابد عليه أن يعيد ترميمه، ولابد عليه من أنه التخلص من طباخه في المستقبل القريب، ولابد من التخلص من القادة العسكريين تبعونه، لأنه في بداية المعركة قبل 16 شهر مدام نورال فعلا الجيش الروسي كان مسخرة، يعني وهذا نتيجة الجنرالات تبعه. ونحن بنذكر في قبل 16 شهر أنه بوتين قام بعزل 300 ضابط من الاستخبارات لتعاونهم مع الأمريكان والأوروبيين وقادة فاشلين. الآن هو ربما يستفيد هون، ممكن أنا أتوقع بنسبة 10% أنه هذه مسرحية، رح نشوف إذا هاي مسرحية رح تكون إذا تم الإبقاء على قائد فاغنر إلى فترة طويلة، فمعناته هو متفق معه لتنظيف الجيش والقادة. نعم، أما إذا تم التخلص منه بعد عدة أسابيع وبعد ما يتخلص من وزير الدفاع والإتيان بقادة جدد رح يخوضوا المعركة في أوكرانيا اللي لازم تنتهي، لازم وحتمية المعركة لازم أن تنتهي بالسيطرة على أوكرانيا والوصول إلى مولدوفيا، هذا أمر محتوم، غير هيك سنجد الشعب الروسي خدم في أوروبا وفي أمريكا وتفكك روسيا وانهيار هذا العرق كليا، العرق السلافي،
هذا، وهذا أمر كمان ما رح تسمح فيه الغرب أنه تنهار الدولة الروسية، الاتحاد الروسي، لوجود 8000 رأس نووي. أنا سمعت دولة عميقة وما دولة عميقة، يعني 8000 رأس نووي موجود منهم 1600 رأس مركب على الصواريخ واستخدام زر الإطلاق من قبل الرئيس. باقي الرؤوس ممكن أن تتسرب إلى إيران، تتسرب إلى دول معادية، تستطيع أن تضعها على رؤوس باليستية، وخصوصا إيران عندها هي الخبرة الكبيرة، الهند أيضا. فيعني تسرب هاي التقنيات أو هاي الرؤوس أمر وارد. إذا ما تسربت هاي الرؤوس، القنابل القذرة، المواد النووية الرئيسية في تصنيع القنابل، ممكن التكنولوجيا نفسها، علماء الذرة وعلماء تصنيع الصواريخ ممكن أن تتسرب إلى إيران ودول معادية، مدام نورال. فيعني يعني لازم نأخذ الأمور بحسيات. أنا آسف على الإطالة، شكرا إليك. شكرا، يعطيكم العافية. رح أكتفي بهالمداخلة، وشكرا إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيد ماهر، صدواتك. السلام عليكم، تحياتي لإليك ولل جميع. بالنسبة لإذا نفس أعلام النظام، النظام انتهت سوريا، إذا كانوا مسمين حكومة هي عصابة طبعا، فرض هاد الجيش الحر فرض، ويقولوا لك ما في عندنا شيء وعصابات إرهابية، والشعب انتفض شيء 20 مليون يقول لك عصابات إرهابية، بروسيا يقولوا لك تمرد وانتهت وما بعرف شو وما بعرف شو. بس أنا متعجب، يعني يمكن انتظرهم كم يوم النوب، يمكن راح يدشرون يفلتون عليهم الرايات السود، يدخلون الرايات السود. بس أتوقع ما الثوب اللي بدي فصله، وهذا النظام الروسي ما راح يزبط. بالنسبة لتعفيش الديار بسوريا، ما جهزهم حالهم في دفعة برادات وغسالات بروسيا، ويمكن في قاد أوفى في قتل، يمكن في تقنيس مباشر. أتوقع يعني ما لهم مصلحة. بالنسبة أختي الكريمة، بروسيا اشتعلت والفتنة اشتعلت، مثل ما يقول راح نسميها فتنة. خلص اليوم الروسي، الجيش الروسي انشقاقات كبيرة، قصف مواقع عسكرية، اليوم تقدم للقوات الأوكرانية أخدم 40، ما يقارب تقريبا 40 منطقة في أوكرانيا، انضمام جيوش بين انعزلت عن بوتين، ضربة قوية، يعني مثل ما يقولوا بوتين أكل الصواب على رأسه. الشاب اللي قبلي قال أنه بوتين ذكي، من وين الذكاء؟ وين الذكاء اللي عنده؟ هم أقرقوه في سوريا وأعطوه مجال وحافظهم عليه، ما سلحهم الثورة وضبطهم أمور الثورة، لا تسليح ولا مضاد طيران ولا شيء. ولكن بوتين اقتنع انه هذه الدول وما بها امريكا، انه امريكا صدقت معه بسوريا، اوهموه باوكرانيا، هم بدي فوتوه على اوكرانيا. بوتين، هم الضباط العسكريين اللي قالوا لبوتين نحن اذا طالت الحرب اكثر من 8 أشهر للسنة فهذه الحرب خسارة، اذا طولنا لل 2024 فعلا تماما خسرنا الحرب. بوتين كفى، لانه الامريكان على الاساس هم خبروه قبل ما يدخلون هذول الضباط، ولكن بوتين صمم بدي يفوت، هذا الذكي يعني ادخلوه. اليوم عنده ضربه على راسه باوكرانيا، هو لو يستطيع الخروج من اوكرانيا والله خرج من اوكرانيا، وهذه الضربه الثانيه على راسه، يعني صوابين على الراس متوقع وجعه. وانتظرم الأخبار الجاية، أخبار ما شاء الله بالدقائق عم تورد أخبار، قصف مواقع عسكرية، انشقاقات بين الصفوف، ضرب طيران. يعني لا تفكرون يعني أنه راح تطول مثل سوريا مثلا 12 سنة، لا، روسيا يعني ما راح تطول أيام، راح تعد سنين على موجب سوريا، لأنه هاي مثل ما تفضل في أخ قبلي، هاي أوروبا تقريبا، زاوية أوروبا، ما راح يصير قتل مثل ما صار بسوريا، ما راح يصير ضرب كيماوي أو يضرب ويقصف مثل ما قصفهم بسوريا، لأنه بسوريا الوضع المنطقة الجغرافية تختلف، نحن كشعوب نختلف، ما في ناس بكل صراحة تدور علينا، ولكن هنا في ناس شايفة كل شيء ومنسق كل شيء والأمور مضبوطة.
واللي يفكر انه قبل بشوي الاخ تكلم انه ما يسمحون انه مثل دوله مثل روسيا تتفكك او تسقط. هاي الدول ما راح تسمح، بالعكس هاي الدول وبما بهم امريكا هم اللي سعم على تفكيك روسيا وتكسير راس روسيا وارجاعها للصفر روسيا. واسلم عليكم وتحياتي لكم وخلصت مداخلتي، ومبروك عليكم جماعه بشار، الله يهنيكم، استقبلوا الاخبار الجايه وشوفهم معلمكم بشار وين بده يتخبر. السلام عليكم. شكرا لك سيد ماهر. انا بدي اخذ مداخلات مختصره منكم لو سمحتوا، يعني بلاش. بدي احاول انه طولنا كثير، بدي احاول اني اختصر البث واغلق يعني على بكير، يعني صحيح يعني تاخر الوقت ولكن على بكير نوعا ما. سيد احمد رح ارجع اعطي مجال ولكن لو سمحتوا باختصار. سيد احمد تفضل. كما قلنا سابقا يجب ان لا نتسرع في ماذا جرى وماذا حصل، لربما البعض مشحون لما مشحون لأثره الانتماء إلى يعني انتماءه إلى صف معين، ومن ثم التحليل يأخذ منحنيات هي أشبه أن تكون بالشماتة أكثر من كونها تحليلا سياسيا أو تحليلا عسكريا. فالحل إلى الآن لم نلاحظ أنه فشي قتل انفصالي بين الروس، لم يتورط أي واحد منهم في دم الروسي للروسي إلى الآن، لم نلاحظ في الأخبار أن هناك تورط في أن يكون هناك قتال حقيقي بين الروسي. الذي حصل وأنتهى أيضا في أرضه أنه كان هناك خلافا وتم إنهاؤه، والخلاف ربما لا يكون فيه الرئيس بوتين هو جزء منه، وإنما هو خلاف ما بين القادات، وما أنه ربما يتم التعامل مع فرقة فانغر على أساس أنها ليست جزء من العقيدة الجيش الروسي ضمن المخططات العسكرية، ولذلك هم يتعاملون معها وكأنها ربما يتم التعامل معها في تهميش قليل، وهذا أدى إلى ما آلت إليه الأمور، إنهم مطالبتهم في أن يكون لهم إمداد عسكريا جيد فيه، ربما يكون هناك لأنهم هم من خلفيات سجون وإلى آخره، ربما عليهم بعض القضايا ومنهم من استفزه ذلك، ربما يكون سيظهر في الأيام القادمة، ربما البعض منهم كان عليه قضايا وسيظهر أنهم اعترضوا على أن يتوجهوا إلى المحاكم لأنهم في الصفوف الأولى في القتال، وربما هي خلافات داخلية ليست لها علاقة بتاتا بالعقيدة الجيش الروسي أو أنه أصبح هناك انهيار روسي أو إلى آخره. إلى الآن روسيا لا نلاحظ بتاتا في أنه هناك خلل حقيقي في القرار الروسي، هناك إلى الآن تماسك قوي، والتحليلات أنه روسيا دخلت إلى أوكرانيا إنها متورطة، ربما أنه الروس الآن هم يقاتلون ليس في أوكرانيا، هون كلمة يجب وضع عليها علامة استفهام، الروس يقاتلون الحلف الأطلسي بأكمله ولا يقاتلون بأوكرانيا. لو كان بس اختصار بدي أحكي كلمة أخيرة تفضل باختصار، أنه أيضا كما أن حلف الأطلسي له حلفائه روسيا طبعا بالتأكيد، وعلى أقوال بعض السياسيين كالصينيين وغيرهم إنهم أيضا حلفاء، وبما أن روسيا لا تعلن على أنها بحاجة لحلفائها لتماسك جبهتها الداخلية أو بما يتعلق في مجابهة الجبهة الخارجية، هذا يدل على أنه الروس إلى الآن قادرين على خوض المعركة التي دخلوها، إلى الآن هناك تماسك، ربما أنه نقص الذخيرة في بعض المواقع هو الاقتصاد باستخدام هذه الذخيرة، لأنهم أدركوا أن الغرب وما وراء الغرب من رؤوس أموال لا يهمهم الدم الإنساني، إنهم يريدون توريط المنطقة بالمزيد من الحروب، ربما تتسع هذه الحرب، ولذلك الاقتصاد في استخدام الذخيرة هذا واجب. والميليشيات بما أنها الميليشيا التي كان فيها بعض الخلافات
هي لا تدخل ضمن التخطيطات الاستراتيجية ضمن الجيش النظامي الأساسي في الروسي، لربما هم يكونوا منفذون أكثر من يكونوا مشاركين في التخطيط، ولذلك ربما يستغربون أو من تصرفات جيش المسؤول جيش الدفاع الروسي عندما يقول لهم اقتصدوا في استخدام السلاح. وشكرا. شكرا لك سيد أحمد. سيد بس رح أعطي مجال للسيد راغب بعدين سيد كرم، يعني عفوا سيد كرم رح أرجع أعطيك مجال، بس أنا عم حاول أمشي على الدور، أنت حضرتك نزلت. سيد راغب تفضل. نقطة بسيطة، أنا بصراحة ما رضيت أنزل عن البث لأنه كنت بعتين أنه اليوم رح تحكوا عن علاقة نتنياهو بأمريكا، بس الظاهر الوقت خانك. نقطة بسيطة للشخص اللي دعا، أعتقد كان اسمه سامي، اللي دعا استخدام السجناء في الحروب، هاي نظرة إجرامية مرفوضة. ما بعرف يعني إحنا الغرب بغض النظر عن خلافاتنا معه وانحيازه بالإعلام، أنا آسف ما في إعلام محايد بكل الدنيا ولا بأي مكان بالعالم، ما في إنسان بقدر يقول عن حاله محايد إذا لسانه ما لم ينطق لسانه ربما عيناه أو حركاته، ما في إعلام محايد. ما كان لازم سامي يطرح هذا الطرح، كنت يعني آمل إني ما أسمع هذا الكلام لأنه بكفي، صار لازم نتعلم من أخطائنا. روسيا ستهزم شاءت أم أبت، أنا مع روسيا ضد أوكرانيا ولكني لست مع روسيا لما تنتهك بلادي ولما تكون حجر عثرة في مستقبل هذه الأمة العربية. وشكرا كثير لك. طيب شكرا لك سيد راغب، يعني انا صراحه عم ببذل مجهود كبير باني ما اوضح اي شيء من توجهاتي الشخصيه، فما بعرف. طبعا في عندي اشخاص يعني كثير تفرع بتوجهات الاشخاص اللي عم يطلعوا معي، ومع هيك عم حاول لحتى ما يبين شو هو توجهي، يعني انه لما بضغط على شخص معين بسؤال ف بضطر اني ادور على اي سؤال للطرف الاخر انه يكون مشابه لهذا السؤال او مشابه لدرجة يعني قسوته على الشخص، فما بعرف يعني لم اقصدك على الاطلاق، لم اقصدك على الاطلاق، صدقا لم اقصدك على الاطلاق، انا سمعتك كذا مرة حكيتي وانا بحترم، اصلا انا هينا بحكي معك الي فترة بطلع معك حوالي 7-8 ايام، ما حدا بعرف توجهي، هل انا مع النظام ضد النظام، انا مع مين على مين، كمان ما بحب أصرح بهاي الشغلات، أنا مع الحق أينما وجد. كنت برد على اللي ادعى إنه الإعلام الغربي هو إعلام محايد، الإعلام الغربي هو إعلام غير محايد، حتى الإعلام العربي ليس محايد، هناك قنوات تقول الشهيد الفلسطيني وهناك قنوات تقول القتيل الفلسطيني، ألا لعنة الله عليها. شكرا سيد راغب. شكرا. سيد كنان برجع لك لو سمحت. سيد حماد ديار ظهر انه زعل ونزل، يعني انا عم حاول اني امشي على الدور، يعني بصراحه ما فيني لبي رغبات كل ضيف عندي، انا بعمل اللي انا بشوفه صح. سيد كرم تفضل عم اسمعك. طيب اول شيء اذا تسمحي لي مسي على والدتي بالبث، مساء الخير يمه. بدي احكي لكم بس قصه قصيره ارد على الضيوف فيها، تمام؟ والدتي كانت عندها دراسه، فانا بدي اشل من الدراسه مشان تتناسب مع محتوى البث، تمام؟ الدراسه تحكي انه الخانع يولد على الفطره وصاحب الكرامه يولد على الفطره، تمام؟ احنا كان اليوم البث تبعنا يحكي عن الاحداث اللي صارت اليوم، احد الضيوف خاطب طلع وخاطب ببطولة بوتين وحكى لك بوتين إنساني وحلف النيت ومش إنساني ومش عارف، يعني احكي التنين يا زلمة، التنين أعدائنا، احنا التنين أعدائنا، أمريكا ضربتنا وروسيا ضربتنا والغرب كله عدونا احنا كعرب، يعني بالنهاية عرفت كيف؟ ما ظلك منبطح وتحكي بوتين وبوتين وبوتين، ايش عمل لك بوتين انت ولا قضيتك الفلسطيني؟ انا فلسطيني يا صديقي، ما عملنا شيء غير دمار دمار ودمار، قتل شعبنا الفلسطيني في سوريا، قتل الشعب السوري، ايش عملنا بوتين لنحكي اليوم بوتين هو المنتصر وبوتين هو عميد الانسانيه؟ لا يا صديقي، الاثنين كلاب، الاثنين قتلوا فينا، الاثنين تاجروا في دمنا، هون تظهر الكرامه يا صديقي، لما تحكي الاثنين كلاب والاثنين مجرمين تظهر الكرامه، اما لما تكون خانع او منحاز لفريق معين بدك تحكي بوتين انسان ومش انساني. بالعموم اللي حدث اليوم كلياتنا تاكدنا انه هز الصوره السياسية في موسكو، موسكو الآن تتخبط، والدليل الانتصارات الأوكرانية
الأوكرانية الأخيرة. أوكرانيا استغلت الأزمة السياسية بجدارة وحققت انتصارات. فاغنر، أنا كمان في الأخ اسمه حماة الديار وصف فاغنر، قوات فاغنر، بالقوات الشريفة. يعني هو روسي أكثر من الروسيين. إذا الروسيين عارفين إنهم هم مرتزقة، يعني كيف أنت تكون روسي أكثر من الروسيين؟ أنا هاي الفكرة والله ما عم تدخل بمخي. يعني أحيانا يطلع ضيف بيكون روسي أكثر من الروسيين وأمريكي أكثر من الأمريكيين، بتحس، ما بعرف. يعني احكي رأيك بإنصاف، حتى لو بتحب أنت بوتين، على راسي وعلى عيني أنا بحترمك، لكن احكي بإنصاف، احكي ما حدث اليوم بوجهة نظرك. أنت تأخذنا على البطولات وتأخذنا على الإنجازات، إيش دخل أمنا بالسالفة؟ إحنا البث مبين العنوان تبعه يا جماعة، أي حدا بيدخل على البث لازم يقرأ العنوان مشان يعرف يحكي، تمام؟ ما تقرأ العنوان يعني أنا ما بدي أسمع بطولات بوتين، أنا عم بسمع، بدي أسمع عنوان البث وأتباحث بعنوان البث، تمام؟ أما بطولات بوتين أنا في أدور عليها على جوجل وأشوفها، يعني عرفت كيف؟ ما تكون روسي أكثر من روسيين ولا أمريكي أكثر من الأمريكيين. شكرا لك وشكرا للاستضافة. شكرا لك سيد كرم. يعني انا يمكن بهاي الفكره عده اشخاص صاروا يعني منوهين لهذا الموضوع. ما بعتقد انه في شخص بيحب شخص وبيطلع بدافع عنه، وانما يعني مصالح مشتركه. حتى لو كان مواطن عادي ورئيس جمهوريه، ببساطه هو مقيم بمنطقه مثلا يعني تحت سيطره رئيس الجمهوريه، فببساطه يعني هو بيحبه بالنهايه. على كل شكرا. انا بس بدي نوه اني ما رح ارجع اخذ ضيوف، يعني بدي اكتفي من الضيوف يلي معي لحتى اغلق البث. يعني اليوم تقريبا يعني تحدثنا بجميع النقاط. سيد، انا ضيعت كأنه بالدور. سيد كنان، انا اعطيتك مجال. لا تفضل سيد كنان. معلش مداخلة شعيب وبعدين بدخل انا، ما في مشكلة. طيب سيد شعيب، يسعد اوقاتك. وأوقاتك الله يسعدك. في مثل بيقول لك ما ألعن من سيد إلا ستي، ما أنا أنجس من بخاف ديلل. لما أنت بتجي، أنا بخاف بصراحة. لا لا والله، ما ألعن من سيد إلا ستي وما أنجس من الكلب إلا ديل الكلب. هذه روسيا وهذه أوكرانيا، تمام؟ وأوكرانيا سبب الفيروسات والجرائم في العالم العربي وعصابات والقتل، وأول من زرع فيروس الإيدز في الشرق الأوسط هي أوكرانيا، تمام؟ أوكرانيا المكون تبعها عبارة عن لوبي صهيوني إجرامي قذر. لا نختلف على قذارة بوتين أيضا والجرائم اللي ارتكبها في سوريا، تمام، والجرائم الفظيعة. اختلفنا عشان هذا الموضوع. نيجي للنقطة الأساسية واللي حدث في روسيا. دائما المرتزقة أو حرب الوكالة سهل إنه أنت تنهيها، زي ما بتبديها بتنهيها. وفاغنر هذه عبارة عن عصابة وحرب وكالة، تمام، حرب وكالة. في النهاية هو مش منشأ من روسيا، يعني هي صاحب قواته، تمام، وبده يرجع على بولوساريو، على جمهورية بولوساريو، تمام، لأنه في النهاية هو من بولوساريو، ملوش مصلحة. إذا سهل نهايته في روسيا. هذا من ناحية روسيا. خلينا واقعيين، نحط العاطفة على جهة ونحكي بالحقائق. اليوم روسيا في مواجهة المعسكر الأمريكي والمعسكر الغربي. أعتقد أعطانا قسط من الراحة في الشرق الأوسط إحنا كعرب، تمام، والفوضى اللي اصطنعتها أمريكا، تمام، لأنه اليوم هم معسكرين في صراع على في الشرق الأوسط. خلينا نكون واضحين أكثر. اليوم هذا المعسكر الملياردير اليهودي بالوساطة اللي هي الناتو هم من أقنعوا فاغنر بهذا الانقلاب. مش انقلاب بالمناسبة، يعني بداية حرب شوارع، يعني النهاية في النهاية هو حينتهي، لأنه امتداد أعتقد روسيا من كندا إلى آسيا، وسط آسيا، يعني دولة مش صغيرة. والفاغنر ما عندوش القدرة أنه يسيطر على المساحة هذه الجغرافية بمواقعها العسكرية وتواجدها الإقليمي والتقل الإقليمي. اليوم برضو في توجهات في الشرق الأوسط، خلينا نقول في الخليج، وبنت علاقات مع روسيا وابتعد عن أمريكا. هذا برضو المشروع كمان يزعج أمريكا. ماذا لو انهار هذا النظام البوتين، النظام الروسي؟ حينعكس تماما على الشرق الأوسط، لأنه حتستفيد أمريكا في الشرق الأوسط من جديد. فهي الفكرة ليست ألعن إلا إلى ألعن، يعني من ملعون لملعون. طب خلينا الملعون هذا اللي مستفيدين منه شوية، بغض النظر عن قذارته في سوريا وجرائمه البشعة، لأنه نظام بشع، تمام. تعرف أنت إيش يعني سقوط روسيا؟ أنا بسألك، أنت بتعرف إيش معنى سقوط روسيا؟ أنت صاحبة البث، إيش معنى سقوط روسيا؟ آه تفضل، إيش معنى سقوط روسيا؟ سيد شعيب، أنا هون بسأل مو بجاوب. إذا ما ممكن شاء الله، أسأل تمام حالك تمام وتجاوب أنت.
ما عندي تمام مشكلة. طيب ممكن أجاوبه؟ تفضل. سقوط روسيا، طبعا في عندنا احنا بالعالم احلاف متعدده سيبني او من حلفين الأقطاب، خلينا نقول. خلينا الحلف والأقطاب هذا خط على جهة. سقوط روسيا ماذا يعني؟ روسيا دائما عبر التاريخ كانت تمد يد العون الى العرب وتقول لهم انا مستعد لان اقوم بتزويدكم في السلاح في الخبرات وان اقف بجانبكم، وهي تدعم على مستوى نفس الصيني الى الشعوب الضعيفه وتريد تفعيل القانون الدولي في الأمم المتحدة، تقول لا للأحادية القطبية وإنما نعم لوجود أدوار متعددة لجميع المشارف بديش المتعددة اطول المتحدة. كثير. لا الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه. شوف، اول شيء سقوط روسيا، تمام، عشان بدك تفهم شغله واحده، سقوط الحلف الشرق الاوسط والحلف الشرقي واستفراد امريكا وعاده القطب. صراع الاقطاب هذا انت مش مستفيد انت منه كعرب، عشان اريحك انت ايديولوجيه بس عامل محرك في المنطقه، فهمت علي؟ يعني انت بس وقود بنحرك في المنطقه، يعني انت في النهايه من قلت لك من قال من سيدي الى ستي، حتروح من حضن الروس ولا حضن الامريكان، الاثنين اوسخ من بعض. تمام، سقوط روسيا اول شيء عودت الهيمنه الامريكيه، وهذا ما اختلفناش عليه. اليوم في انهيار في الدولار، تمام، وانهيار في الديون، واصبحت امريكا مثقله في الديون. اذا هو سقوط روسيا عودة انعاش اللي هم الامريكيين والحلف الغربي. اول شيء صعب سقوط روسيا، تمام، لان كل المعطيات والايديولوجيات والاحلاف الاقليميه تعطي الاهميه لهذا الدور، فاهم علي؟ لكن في حاجه اسمها البروموغاتيا في السياسه، فهمت علي؟ لغه التهديد بلا مباشره، فهمت علي؟ روسيا قادرة تهدد وقادرة تحرق العالم وقادرة تحرق فاغنر وقادرة تعمل اللي منع فاغنر، هذا ينتهي في 10 دقائق. لكن روسيا بدهاش انه هي تهتز صوتها امام حلفائها وتدخل في فوضى. الامريكيين حشدوا في بولندا والناتو حشد في اوكرانيا، وبالمناسبة اللي استعدوهم 4 قريات في باخموت، ليس ذات اهمية، مش باخموت كلها، وعدد قوات فاغنر. في النهاية روسيا هي معنية بشيء واحد، الانتصار في هذه المعركة بأي ثمن. لما هددوا انه قوات، قال للقوات الأوكرانية انها بتلقي على المحطة النووية قذائف، هو مؤشر انه انا ممكن اضربك المحطة النووية هذه واحرق اوروبا واحرق اوكرانيا، فيش عندي اي مشكلة. هذه الخطوة التي اجبرت فاغنر على التراجع وليست روسيا نفسها. وحلف ومن حرك فاغنر هي زي ما قلت لكم الملياردير اليهودي والناتو، فالناتو مش مستعد يخش في هذا الصراع او هذا الملف، لانه هذا الملف بالذات بتهرب منه من الغرب. هذه من ناحيه. سقوط روسيا لا يعني الا انه يمنح مين الفرصه الاكبر لمين، للصين اللي جاي من بعيد، فهمت علي؟ واللي اصبح له نفوذ ايضا في الشرق الاوسط، فهمت علي؟ فبالتالي مربع الصراع حيرجع زي ما هو، ولكن على قواعد اللعبة ستتغير تماما. أنا بعتقد في الأيام المقبلة حتنحرق أوكرانيا، حتنحرق حرق، تنبس عن الخريطة لسبب واحد، أنه أصبح التحدي أكبر وأصبح طموح أوكرانيا والغرب أكبر بتفكيك روسيا. وهذا الكلام قالوها الروس باختصار، وإحنا بنعرف الروس التيوس قالوا إحنا لن نسمح بالهزيمة، يا حياة أو موت من الآخر. أما يعني النظام الروسي القذر، خلينا عن نقطة أو عن حديثك إنه أوكرانيا سوف تحترق بالكامل، يعني معنى حديثك أنه راح يستخدم بوتين الورقة اللي لطالما هدد فيها وهي النووي. شوفي، روسيا عندها عدة أسلحة مثل السلاح النووي. روسيا عندها صاروخ سمارت، وعندها صاروخ الشيطان، ممكن يتحول من صاروخ باليست، من صاروخ نووي إلى صاروخ باليستي، صاروخ تدميري، تمام. في النهاية بدل الأمريكان حطوا في بولندا وكانوا مستعدين إنه يقسموا الكعكة الروسية، قواعد اللعبة كلها تغيرت. قوات فاغنر زي ما قلت لك رجعوا على بولوساريو، الجيش الرسمي الروسي لسه ما شاركش في المعارك، عشان تكون واضحة. تعداد الجيش الروسي العامل في المعارك 1,800,000، ولا واحد منهم دخل المعركة. وأدوات روسيا اللي بيستخدمها قاعدة أدوات كلها تكتيكية من الحرب من أيام السوفييت. إذن التكنولوجيا العسكرية الرسمية لسه ما استخدمهاش بوتين، بس في المرحلة المقبلة حيستخدمها بوتين وينهي وجود أوكرانيا. نهاية وجود أوكرانيا ونهاية وجود الغرب والناتو، وبالمناسبة الدولار بيعاني أسوأ مرحلة في تاريخ أمريكا. أمريكا مثقلة في الديون، فالفرصة كانت وطارت. باختصار زي المثل اللي بيقول، أو ما حكى بمعنى بوتين،
هناك راعي يحمل بندقية، طفل يحمل بندقية ويحمي عائلته. أجا رجال غرباء ساوموه أن يعطوه ساعة جميلة ويعطوهم البندقية، قال لهم دعوني أستشير حتى أعطيكم الجواب في اليوم الآخر. فقال له أبوه، قال له لو أنت أعطيتهم البندقية هم هيغتصبوا أمك وهيقتلوا أبوك وهيقتلوا أختك، والساعة هذه بس مجرد وقت. فبالتالي أخذت البندق، لن تأخذ البندقية من الروس، ولم يستقبلوا الساعة التي أرسلها فاغنر. في النهاية فاغنر انتهى، روسيا زي ما هي بس صيغة التعامل هتكون مختلفة تماما، لأن الروس هينزلوا بتقولهم. صياغة التعامل، يعني يمكن حضرتك تقصد التحالفات يعني بأكملها ستتغير واستراتيجية العلاقات. شوف بدي أقول لك شغلة، فاغنر مجرد زي حبة رز في صحن كبير بين بولوساريو وبين روسيا الاتحادية وبين الشيشان وبين حلفاء روسيا، يعني بنتي في النهاية هو المنتهي مش روسيا، لأنه قلت لك في محيط إقليمي حليف عنده، هو في عنده 7 دول هم حلفائه، فهمت علي؟ فبالنهاية مين فاغنر؟ شوف فاغنر مثلا بيمتلك غواصات نووية، خلينا واضحين، فاغنر بيمتلك مثلا حامل الطائرات، لا فاغنر بيمتلك طائرات برضو كمان لا. فبالنهاية نهاية فاغنر حتى كمان قال له أنا يعني مش هحاسبك على الجرائم، اطلع برا روسيا، انتهى العلم، لأن وجودك حنهيك باختصار. طيب شكرا لك سيد شعيب. سيد كينان أنا بدي أختم معك، صحيح إذا في مجال يعني لحتى أختم، يعني ما بعرف الضيوف اللي معي إذا ما عندكم أي شيء يعني كتير ملح لحتى تضيفوه، بتمنى إني أختم. أنا بستأذن منك، الله يسعدك وهيك عجبتك الوضع فقط هذه والأمور فقط قبل أن مستتبة. تختمي شكرا سيد فقط شعيب. السلام عليكم. قبل أن تختمي مع كينان، بتمنى على شعيب إعادة حساباته بخصوص الدولار. الدولار للأسف هو أقوى عملة موجودة حاليا وتزداد قوة. الدولار إذا شفنا حبيبي في، مقابل بس طيب كلمتين انا هقول لك يا ماشي، بابا أنا عايش ببلد تفضل الدولار كان ب 870، اليوم الدولار ب 1130. الدولار صار أقوى من أي عملة تانية. بلحظة من اللحظات بعد بداية الحرب بشهرين ثلاثة، الدولار تخطى اليورو وقارب الباوند البريطاني. الدولار يزداد قوة. الأمريكان أذكياء للأسف. الأمريكان لعبوا على الاقتصاد بهاي الحرب أكثر من أي لعبة تانية، ومليار دولار باليوم تمام. لأوكرانيا عم بتزيد من قوة الدولار، ما عم تضعفه يا شعيب. شكرا، هذا طيب آخر اوكي شيء كان ممكن اخوي أحكيه. الله يرضى عليك. اول شيء بدي اقول لك شغله، في فرق بين انه انت تطبع الدولار وانت مش قادر تسد ديونك بالتريليونات للصين، هذه واحد بين قوة الدولار، صحيح هذه 2 3. عندك اللي هو بلد بيطلع من مخزون النفط، لانه الخليج العربي لأدنى محتويات تصدير النفط والدولار مربوط في النفط، هذه 3 4. اليوم أمريكا ما عندها سيولة إنه تسد الديون، عندها تضخم في الاقتصاد بشكل مخيف جدا، وعلى بورصة أمريكا بتلاقي انهيار في العملات، اللي ماسك الدولار شوية بس حبة النفط اللي عندهم اللي هي مخزونها بتصدرها للعالم، أما وقتش بتخلص بتقول منسوب النفط وتدخل النفط على أمريكا، سلم على الدولار، سلم على الشهداء اللي معايا يا قلبي. لأن اليوم العالم كله بنتوجه لمين؟ للتنين الصيني في الاقتصاد، تمام؟ نفس القطعة بصنع لك إياها وجودة أفضل وبسعر أقل وبتصلك أسرع في لمح البصر تكون عندك. فبالتالي في فرق بالتعامل بينها وبين أمريكا، اللي خد اليوم أعطيني مصاري وإن شاء الله بعد سنتين، لا أنت خد من الصين وبعد ساعتين ونفس الجودة، فاهم عليا؟ فالدولار تبع الدولار يا حبيبي رغب الله يرضى عليك في انهيار، سيبك من الارتفاع، الارتفاع هذا تداول لكن كسلع لا فيش منتج. شكرا سيد ماشي، شعيب، شكرا الله سيد يسعدكم. جابر، يلا يلا، سلام عليكم. بأمان الله. سيد أحمد كمان شكرا جزيلا لك. أحكي بس دقيقة إن سمحتوا. تفضل. طبعا زي ما حكى شعيب وأنا بثمن على كلامه، إنه القدرة الروسية لا يستهان بها، قدرة كبيرة ويجب أن لا نستهتر بها. بالنسبة للدولار، الدولار يعاني، وهناك أزمات اقتصادية داخل أمريكا، والدولار يرفع برفع الفائدة في أمريكا، يعني هناك ليس هناك رفع حقيقي للدولار، وإنما رفع مدعوم، وهذا يؤدي إلى أيضا إلى انعكاسات على أمور بالاقتصاد،
ويعني باختصار أمريكا تعاني، تعاني، وهذا واضح وجلي عند محللين اقتصاديين يقولون ذلك، وليس موقفا ارتجاليا ضد الأمريكان. ونقول في النهاية يجب أن روسيا التي تخوض الآن حرب وما زالت موجودة، وهي كما قال شعيب ربما المخزون الاستراتيجي سواء كان من الجيش النظام الروسي لم يستخدم كجيش كالكادر البشري. اثنين، هناك أيضا تمتلك المزيد من الذخيرة والأسلحة، وهناك أيضا أسلحة ليست فقط الذري والنووي، هناك أسلحة أيضا تتعلق بأنها قادرة على إيقاف مثلا طائراتهم في مطاراتهم أو دباباتهم في تنويه إلى أنهم قادرين على إيقاف إلكتروني. هذا على فكرة مرة قريت عنه تحليل يعني سياسي مش ارتجالي. وشكرا. شكرا سيد أحمد. سيد كنان تفضل الخاتمة. طيب برجع بمسي إليك عليك وعلى ضيوفك إن شاء الله. لأول مرة يمكن بدي أحكي بشكل جدي بحكم إنه ما في ناس استهزئ فيهم، بعتذر للتعبير لكن فعلا ما في ناس استهزئ فيهم، فراح أحكي بشكل جدي. أول شيء أنا بخالف شعيب بالفكرة اللي طرحها، أو بخالف كل إنسان بيعتبر إنه روسيا هي بعبع يعني. وهي بينما إذا بنرجع للألف باء السياسي، أنا بالنسبة لي بعتقد إنه أمريكا بريطانيا إسرائيل هن مقسم الأدوار الرئيسي في العالم كله. ما في أي قطب آخر بيوقف بوشهم، ما في أي قطب آخر مستعد ينافسهم بموضوع السياسات العالمية أو إدارة العالم اللي نحن عايشين فيه. اللي بظن إنه روسيا بعبع أو كذا أو شيء، أنا بعتقد روسيا هي عميل عند الأمريكان، يعني يد للأمريكان في المنطقة، تطلقها متى تشاء وتقبض عليها متى تشاء، وإذا تمردت هي اليد مستعدة أمريكا إنه تقطعها يعني بأي وقت. وإلا ما شفنا كيف حلف الناتو اتدخل بموضوع اسقاط القذافي وقتل القذافي بالوقت اللي كانت في روسيا معارضة على فكرة لموضوع القذافي، وكانت هي من الحلفاء الأساسيين لمعمر القذافي. لكن رغم هيك اتخذت أمريكا ودول حلف الناتو الإجراءات الخاصة بهذا الأمر، وتم قتل القذافي وتنحيته من منصبه، وشفنا كثير من القرارات. بينما أتاحت لروسيا الفرصة بمد يدها في سوريا لمصالح أمريكية يعني ليس إلا. ونحن شفنا التصريحات ببداية الحرب الروسية على أوكرانيا بأنه قالوا خلال 10 أيام الناس، حتى يعني قالت لك دولة كبيرة مثل روسيا أكيد أوكرانيا ما راح تاكل معها شيء. بينما شفنا الجسر الجوي اللوجستي اللي عمله بايدن والدعم الأوروبي الهائل اللي بيقول لك اليوم قوات فاغنر ما مع حدا، يمكن صح هي كقوات أو كشركة ما بتملك حدا انه او ما عندها هي القوه الكبيره، لكن قادره اوروبا كلياتها انه تدعمها وتكون معها ورا هي الحمله. لا مو بس تطيح بروسيا، بتطيح بروسيا وباي دوله اخرى يعني. بالنهايه فاغنر هي مثل ميليشيات حزب الله، مثل اي ميليشيا اجت على سوريا، مثل اي ميليشيا عم تقاتل ضد اهلنا بفلسطين وين ما كانوا، رح تنتهي. وبتمنى كنت انه هذا الصراع الروسي يمتد ويكبر، وان شاء الله هي الخلافات رح تزداد ان شاء الله. بختام بختم بس معك بشيء بدي اهديك اياه لك وللاخوه الموجودين، وبعد منا بتمنى منك خاتمه طيبه والله يسعدك يا رب. وشكرا لك يا نورال، وبسمعك شيء بسيط بس. حسابك عالشهادة صامت مخيم جيني كله عزمه إيرادة أعلن هبطات الميامين قد المحتل عمان قولوا للعالم كله لا يحاولوا إلهاء الشعوب العربية للأمانة عن البوصلة اللي هي فعلا القدس بداية وبقية الشعوب العربية ثانية. وإن شاء الله بزوال إن كانت روسيا أو إسرائيل، بزوالها بتزول الأنظمة العربية الغاصبة والمغتصبة لهي الشعوب وهي الأراضي بشكل عام. الله يسعدكم يا رب إن شاء الله جميعا ويبارك فيكم. وشكرا لك يا نورال. شكرا جزيلا سيد كنان وسيد أحمد وسيد راغب، بدي أشكركم كثير يعطيك وللضيوف ألف اللي عافية. كانوا. شكرا لك شكرا. سيد راغب. شكرا. عنا مشكلة نحن للأسف بالبث. شكرا سيد أحمد. عنا مشكلة بالبث يعني اليوم 4 محاولات كنت يعني أفتح وأغلق، ما بعرف شو الموضوع يعني، واضح إنه المشكلة من السيرفيس تبع تيك توك يعني مو من عنا. ف يعني للأسف عم بتصير هاي الشغلات أحيانا بتكون يعني خارج السيطرة.
لعل وعسى الامور لقدام تتحسن ان شاء الله. شكرا كثير لكم، يعني انتم ضيوفي رصيد بالنسبه للبرنامج وللمنصه بشكل كامل. يعني ما بدي ارجع اعيد نفس الاسطوانه كل مره، يعني يمكن صرتوا عارفين نحن شو توجهنا شو، يعني مشان ما هذا الموضوع دائما عليه في خلاف يعني. شكرا جزيلا، انا نورال معكم من برنامج وقائع مع نورال، والى حلقه يعني احتمال يوم غد او يعني بعد غد ان شاء الله، وتصبحوا الف خير. صباح الخير، امان الله.